بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد الفران، مع حضراتكم لتالت سيشن نكمل فيها كلامنا ونقاشنا سريعا على موضوع الكونستراكشن مانجمنت في خضم صراحة اللي أنا بعتبرها الكلاود ايرا أو عصر الكلاود، اللي بدأ بالنسبة لنا على مستوى العالم كله من أكتر من 10 15 سنة، ويمكن في الكونستراكشن بدأت الناس تحس بيه وتستفيد منه بشكل أو بآخر في آخر مثلا من 5 ل7 سنين. فهي كانت بالفعل، كنت سعيد بالدعوة بتاعت بام أريبيا ونقابة المهندسين وطبعا السادة الحضور والفريق بتاعنا كله، تبقى نقطة نقاش أكتر منها سيشن بشكل بمفهومها بالنسبة لنا. وإن كنت بحاول زي ما بيقولوا إن نعرض أو أستعرض مع حضراتكم جزء شوية بفكرة إن إحنا هل ده هي أفكار، هل دي نقدر نقول أحلام وطموحات زي ما بنقول، لكن اللي بنحاول ندسكاسه مع بعض هنا هي ريال كيسز بشكل أو بآخر لمشاريع حقيقية بنستخدمها وبنشتغل بيها باستخدام الكلاود واستخدام الاي بي دي اللي هو الانتجريتد بروجكت ديليفري، واستخدام ازاي قدرنا نطوع زي ما بيقولوا الكلاود بشكل عام على مشاكلنا اللي احنا معتادين عليها في الكونستراكشن مانجمنت، ومشاكلنا اللي احنا بنواجهها كل يوم، وبنشوف مع بعض بقى فعلا هل التطبيق ده بشكل او باخر فعلا قدر يوفر معايا وقت ومجهود بالفعل، هل هو قدر فعلا يسبورت مع المهندس العادي من اول مهندس الموقع وصولا للسايت مانجمنت، سواء للاكسكيوشن مانجمنت، سواء للبلاننج، سواء للبيدنج، سواء الكلام ده كله. وده اللي احنا فعلا بدأناه مع بعضينا من تقريبا من 3 اسابيع، وإن شاء الله بنحاول هنكمل فيها النهاردة ونكمل فيها كمان الأسبوع اللي جاي، لعل وعسى. وده هو فعلا أملي وطموحي من هذه الوركشوب شوية، ألا وهي زي ما قلت لحضراتكم ببقى سعيد جدا في الديسكشن مع حضراتكم، وبالذات الجروب والحاضرين والانترستد في السيشنز بتاع بام اريبيا. هو بعتقد دائما ان هو من المتخصصين والخبراء شويه كتير في مجالنا، سواء مجالات الكونستراكشن ومجالات الكونستراكشن مانجمنت بانواعها وتفاصيلها وخلافه. فبالتالي ببقى سعيد جدا فعلا بنقاشنا فيها وبتطبيق الكيسز اللي احنا بنتكلم فيها فعلا، هل بالفعل نقدر نستفيد من موضوع الموجة أو الهوجة زي ما احنا بنسميها، موجة نظري طبعا بناء على التطبيقات وبناء على شغلنا اللي بجد على أرض الواقع شوية. حاسس ان هي مش هقول حاسسها اكون صريح طبعا، انا متأكد ان هي وان كان طبعا بحب اسمع آراء حضراتكم كلكم، بحيث ان حتى لو في بالنسبة لنا نقص في التجربة بنستفيد من خبرات بعضينا، لو في نفس الوقت كان في حد فينا عنده شك أو عنده شبه عدم يقين إن بالفعل الكلام ده ممكن يتطبق، لا أنا بنؤكده مع بعضينا إن الحاجات دي اوريدي متطبقة بقالها أكتر من 7 8 سنين، وفي مشاريع في مصر وفي قطر وفي الإمارات وفي السعودية وفي غانا وفي نيجيريا وفي أمريكا الشمالية وفي أوروبا، باستخدام بالفعل فكرة الكلاود وفكرة الاي بي دي وفكرة ازاي اقدر اطوع ده. يمكن الاختلاف من وجهة نظري صغيرة قوية، الا وهي يمكن دائما كنت بكررها مع حضراتكم، فكرة ان لما مجموعة زي المجموعة اللي أنا ببقى سعيد بوجودي مع حضراتكم في الوقت ده نقعد نفكر مع بعضينا، نقعد نجحز زنادة فكرنا إزاي نقدر نأبلاي كل الخبرات بتاعتنا كلها وإزاي نقدر نطوعها إن هي فعلا تقدر تساعد. فبالفعل بحس إن هي بيطلع منها حاجة دائما بتبقى بتقدر تساعد
الجامع الأكبر، وبتقدر تفضل مستمرة معانا كنقل الخبرات العملية، وبالذات يمكن الكادر الأكاديمي بتاعي شوية، فأنا دايما بحاول أراعي فكرة إن الجيل اللي طالع لي زي ما بيقولوا، لأن أنا دايما حتى بقولها لإخواتي الصغيرين الطلبة اللي معايا، أنت لما هتخلص من هنا هتجي لي أنا بره الناحية التانية، فبالتأكيد أنا بحاول أسبورت فيك على قد ما أقدر، وأحاول أنقل لك كل اللي موجود بره، عشان لما تطلع لي أنا أو حضراتكم أو زمايلنا كلهم الموجودين في السوق، يبقى فعلا الموضوع بروفيتابل بروفيتابل ات ذا مايند. بنحاول نطلع مهندسين متابعين زي ما بيقولوا الماركت، ومتابعين ايه الجديد اللي فيه، ومش متاخرين بشكل او باخر في التفكير على الاقل، مش التطبيق، بل بالعكس انا دائما بعتقد ان الاجيال الجديده هي عندها كابابيلتيز اعلى بكتير في استخدام الكمبيوتر واللابتوب والتابلت وخلافه، وان كان ينقصهم وينقصنا في بعض الاحيان هو التوجيه. انا بدل ما انا قاعد على الفيس وقاعد على تويتر، لا انا ممكن ابقى قاعد على كلاود بلاتفورم بشكل او باخر، بتعلم منه حاجه، قاعد على كورسيرا، قاعد على ليندا، قاعد على يوديمي، بتعلم منها حاجه جديده وببتدي اطور من نفسي عشان الحق اشوف الجديد. دي انترو سريعه وتذكره طبعا باللي فات اللي فيها العبد لله محمد الفران، وزي ما المقدمه قالها انا أستاذ مساعد في أكاديمية الطيران المدني قطاع المنشآت، وسعيد إن أنا عضو في هيئة تدريس كلية الهندسة جامعة القاهرة، ويعني تقريبا بشتغل في مجال الكونستراكشن مانجمنت والبروجكت مانجمنت، بس بحاول أفكر فيها دايما إزاي أقدر أطبق النيو تكنولوجيز بتاعتنا اللي احنا دايما بنواجهها. ويمكن كنت سعيد ان احنا من اوائل الناس اللي اشتغلت على البام من 2000 و2001 و2002، وبدانا نطبقه هنا في مصر، وكان في كايرو فيستيفال، وبدانا نطبقه فعلا في مشاريع في الوطن العربي وافريقيا، وبدايه ظهور الكلاود من 2004 2005 وبدايات الاستخدام بتاعته. كنت سعيد برضو، وده من توفيق ربنا سبحانه وتعالى فقط لا غير، ان احنا ازاي نقدر فعلا نقدر نمانج مشاريعنا ما بين المالتيبل سايت وما بين الهيد اوفيسرز المتعدده باستخدام افكار المبدئيه ساعتها طبعا بفكر الكلاود والويب سيرفيسز والكلام ده كله، وتطبيقات الاي اي اللي انا بعتبرها مش اي اي قوي صراحه، انا بعتبرها الاستخدامات اللي بالفعل نقدر نشغل فيها فكره الريبيتد وورك، والحاجات اللي ممكن تاخد من الانسان الطبيعي وقت ومجهود، ايه المشكله ان انا ادرب الكمبيوتر عليها بشكل او باخر عشان يعملها ويوفر لي انا وقت ويبقى ليا انا القرار النهائي. اتكلمنا المرتين اللي فاتوا، اول سيشن كانت على فكره البلاننج والسكادولينج عموما للكونستراكشن، ويعني ايه سي بي ام، ويعني ايه دبليو بي اس، ويعني ايه لينكينج واستيميشن للتاسكس الموجوده عندنا. في السيشن اللي بعدها بدانا نتكلم على فكره الريسورسنج والكوست استيميشن للمشاريع بالنسبه لي، وايه التفاصيل اللي بتبقى موجوده فيها عشان اقدر اشوفها واقدر ايفاليويتها زي ما بيقولوا، ايه التفاصيل اللي فيها سواء الدايركت كوست الاندايركت كوست المارك ابس الاوفرول هيدز او الاوفر هيدز بالنسبه لي، وازاي اقدر استخدم واستفيد من الكلاود بشكل او باخر في تسريع البروسيس، وان انا احط رولز وورك فلو جايد لاينز تقلل بالنسبه لي حجم الاخطاء البشريه بشكل او باخر. سريعا، ايه هو زي بلدر؟ هو زي ما اتكلمنا في المرات السابقه، هو اول انتجريتد كلاود بلاتفورم سبيشاليزد فور كونستراكشن مانجمنت فقط لا غير، بيزد اون بام كلاود اند اي اي تكنولوجي. واكيد طبعا ببقى سعيد وفخور ان هو بايد عربيه بشكل كبير جدا، يصل بنسبه اكثر من 90% من الكونستراكشن بتاعته هو ذاته. دي حجم البارتنرز اللي معانا، الحمد لله
وزي ما كنت بقول لحضراتكم في بداية السيشن، أنا كان عندي هذا الشك من 10 سنين، بالظبط من 12 سنة، من 2008 2009، على إن إحنا بالفعل نقدر في الوطن العربي تحديدا نبتدي نشتغل بفكرة الكلاود، ونبتدي نشتغل بفكرة الديجيتال ترانسفورميشن اللي إحنا بدأنا نسمع عنها في الأعوام الماضية. إحنا كنا بنفكر فيها من حوالي 12 13 سنة، وكان عندي دعوة صراحة إن إحنا نقدر نسابورت. وبيزد على إيه؟ بيزد على طبيعة الفاريشن اللي بيحصل عندنا، والتشينجز اللي بتحصل عندنا، وإن الانسرتينيتي اللي موجودة في المشاريع بتاعتنا كلها على كل السكوبس، سواء ريزيدنشال أو كوميرشال أو اندستريال أو خلافه، وحتى بليفل السكيل بتاعها، هل هي سمول ولا ميديوم ولا لارج أو ميجا زي ما احنا بنسميها. فكان طبيعة الانسرتينيتي كانت عنيفة صراحة بالنسبة لي. وإن كان بعد أول مشروع فعلا جربناه وبدأنا نشوف فكرة الانتجريشن دي، هل هي فعلا ليها لازمة ما بين الإدارات وبعضها؟ هل فكرة الكلاود وإن الناس كلها تبقى شايفة الداتا زي ما بيقولوا من المحيط إلى الخليج، كل الناس قادرة اللي مشاركة في هذا المشروع قادرة تشوف فعلا البيانات بتاعته، قادرة تشوف فعلا البروجرس بتاعه والابديت بتاعه، وتقدر تريفرس حتى الهيستوري بتاع التشينجز اللي حصلت عليه كلها. وجدت صراحة بعد أول مشروع وبدأنا نطبق فيه، وجدت إن هو لأ، ده بالعكس، ده الموضوع بقى أهم. يمكن بره ما عندهمش فعلا، زي ما قلت لحضراتكم قعدت فترة طويلة بره مصر، ما عندهمش الحجم التشينجز والانسرتينيتي اللي احنا بنتكلم فيها. لا، ده انا لقيت ان هي بالفعل ليها لازمه قويه جدا عندنا، عشان اقدر اتريس ولوج كل التشينجز والفاريانس والانسرتينيتي اكشنز اللي بتحصل موجوده عندنا. فاصبح بالفعل الموضوع، لا، لقيت ان هو مفيد بالنسبه لنا، وده كانت الميزه صراحه بالنسبه لنا هنا في الوطن العربي عموما وافريقيا. لقيت ان دي احنا بنحاول نستفيد بمميزات بره على العيوب اللي عندنا، فادتنا ميزه افضل فيها، والحمد لله بدانا نطبقها في مع كل شركاء النجاح اللي قدام حضراتكم دول، بحيث ان احنا بالفعل بناكد هل الموضوع فاليبل بالفعل، وان هو بيدي بوشنج اب للمشاريع ولا لا. والحمد لله حاليا احنا معانا تقريبا حوالي 25 مشروع، من احنا بنعتبرهم من الميجا بروجكتس، زي مباني الوزارات، حوالي 3 مباني جامعات، جامعة العالمين، جامعة الملك سلمان، معانا حوالي 4 مباني من ابراج العالمين، نفس الحكاية معانا تقريبا حوالي 6 مباني بنوك في العاصمة الإدارية والعالمين، وكلها بتدار بهذه الفكرة صراحة، ما بسميهاش أكتر من كده، بهذا البلاتفورم الذي يسمى زي بلدر، اللي هو فكرة الكونستراكشن مانجمنت اوفر كلاود اند بام اند اي اي. فيها تعريف للتذكرة، وأنا بس بحب أبث ثرو إت سريعا، يعني إيه فكرة الكلاود أو إيه تعريفات الكلاود اللي إحنا بنتكلم عليها عشان الأشقاء اللي منضمين لينا في هذه السيشن. ففكرة الكلاود هي ببساطة شديدة جدا إن أنا يبقى عندي انفراستراكشر قوية جدا، أي تي انفراستراكشر، سيرفرات وستورج ونتورك وخلافه، تبقى قوية لدرجة ما بقدرش أعملها عندي في الشركة بتاعتي الطبيعية، أو لو هعملها هضطر أتكلف فيها هايلي اكسبنسيف كابيتال كوست في الاول، وعمل لها مينتنس كوست كل شهر واوبريشنال كوست وخلافه. بقدر احط عليها بلاتفورم اللي هو سوفت وير اوبريتنج سيستم بشكل او باخر، عشان ابتدي اشغل عليها الابلكيشن بتاعي، اللي هو بيقدر يعمل لي كل الصلاحيات وكل الفاسيلتيز وكل الفانكشناليتي اللي انا محتاجها بالطريقه اللي انا محتاجها بالورك فلو اللي انا محتاجه. والاهم ان انا بقدر أضبط معاها الموضوع، إن أنا أقدر أخش عليها من اللابتوب، من الموبايل، من التابلت، ومش محتاج أي سبيشال بشكل أو بآخر نسميها سبيشال ريكويرمنت للسوفت وير اللي بينزل عليه.
فده فكرة الكلاود. طبعا الكلاود زي ما قلت لحضراتكم سابقا، الكلاود في سيشنز بحالها بتتكلم عن الكلاود، بس هنا مش المقصد فيها ان احنا بندي تعريفات الكلاود، احنا بنتكلم تعريف الكلاود زي ويكيبيديا زي ما بيقولوا، واللي هيفرق معايا ونتكلم فيه بالتفصيل هو استخداماته فيها. اتكلمنا برضو المرات اللي فاتت على فكرة الكونستراكشن مانجمنت وايه التعريف بتاعها بالنسبة لنا هنا. فهي قلنا كونستراكشن بروجكت هي بشكل او باخر هي كل ما يندرج تحت انشاء كوميرشال او اندستريال او سيفل او انفيرومنتال اندستري في الموضوع، وده كان الاساسي بالنسبة لنا. الميزة الاهم بالنسبة لنا واللي بقعد اكررها كتير جدا سواء في المحاضرات او في السيشنز او في التوكس بالنسبه لي، ان الكونستراكشن بروجكت اتس يونيك. ما اعتقدش في واحد من حضراتكم عملنا مشروع كان مطابق للتاني بشكل او باخر، بخلاف لو هي بالصدفه سبحان الله عماره سكنيه مثلا وعملتها اختها اللي جنبها، وحتى لو عملتها اختها اللي جنبها دائما بلاقي طبيعه الارض اختلفت، طبيعه الماتيريال اللي ممكن نستخدمها اختلفت. فبالنسبه لي انا بفتخر جدا بفكره الكونستراكشن، اتس ايونيك بروسيس ما بتتكررش بكتير، وان في اختلاف وما زلت اصر ان في اختلافات قويه جدا 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 ما بين الكونستراكشن مانجمنت وما بين البروسيس مانجمنت العاديه خالص، التي زي ما بنقول بتدار باساليب مختلفه وببلاتفورم مختلفه، وان ايا كان البلاتفورم اللي احنا بنتكلم عليه او الورك فلو اللي بنتكلم عليه فلا بد بشكل او باخر يبقى متماشي مع الاجراءات بتاعتنا ومع اي طبيعه سي بي ام اللي هو كونستراكشن بروجكت مانجمنت ستيجز. من لما تيجي من اول الديزاين ببتدي اخش في البري كونستراكشن وتجهيز كل البروكيورمنت ليست وتجهيز الجوب دروينج وتاكيد الكي او اس بالنسبه لي، ببتدي اخش في مرحله البروكيورمنت بالذات في الحاجات اللونج ليد تايم، الحاجات اللي بتاخد وقت طويل، ببتدي اجهز السايت، بعمل الموبايلايزيشن وخلافه، وببتدي اخش في مرحله الكونستراكشن بيلدينج اللي ببتدي اشتغل فيها. بعد ما بخلص الموضوع ببتدي اشوف الكوميشننج، خلاص انا سلمت المبنى بالنسبه لي، وببتدي الاونر يبتدي يستلم مني المبنى سواء بالاسبلت دروينجز او كل الدوكيمنتس المتفق عليها. في الاخر بقدر اوصل للبروجكت كلوز اوت. دي المراحل المعتاده والاساسيه في اي construction project زي ما احنا بنتكلم. عشان نقدر نفهم اكتر شويه فكره الكونستراكشن مانجمنت ارياز، ايه لو انا بتكلم انا عايز ابقى بروجكت مانجر او كونستراكشن مانجر بشكل او باخر، ايه الارياز المعتاده اللي احنا بنتكلم فيها؟ فاللي هم ال 11 اريا دول، سواء واكيد حضراتكم عدت علينا سواء في البي ام اي او البي ام بي، هم بس باختلاف ان بيعاد توجيههم في الكونستراكشن مانجمنت لاماكنهم المطابقه لينا، لان حتى بفكره البروجكت مانجمنت المعتاده زي ما بيقولوا، فهي ممكن تبقى سوفت وير بروجكت مانجمنت، اي تي بروجكت مانجمنت، اكس بروجكت مانجمنت، لا احنا بنتكلم على مطابقه هذه ال 11 اريا او في ام بي فوكس زي ما بيقولوا على احتياجاتنا احنا في الكونستراكشن بالذات، من انتجريشن وسكوب وتايم وكوست وكواليتي وهيومن ريسورس وكوميونيكيشن وريسك وبروكيورمنت ودوكيمنت مانجمنت وتشينج مانجمنت. ال 11 دول زي ما قلت لحضراتكم احنا هنحاول نماتش بس مع الاحتياجات بتاعتنا ومع البروسس بتاعتنا اللي احنا لسه متكلمين عليها فوق، عشان نقدر نشوف هل فعلا نقدر نعمل ما يسمى بالكونستراكشن مانجمنت للكونستراكشن للبروسس بروجكت مانجمنت دي، ولا هو نفس الحكايه اللي كنا اتكلمنا فيها المرات السابقه، ايه وظيفه اي سي بي ام مانجرز موجود عندي؟ لازم يبقى فاهم يعني ايه كوردينيشن، بلاننج، سكادولينج، بيرشيسنج، سوبرفيجن، كوست كنترول، دوكيمنت ريبورتنج، كواليتي استيميشن، سيفتي اند كونتراكت ادمنستريشن وكليمز اناليسز، لان دي كلها بتاثر في الاريات اللي احنا
كنا بنتكلم فيها مع حضراتكم هنا، ورجعنا اتكلمنا الانجينيرنج فانكشن اللي احنا بنحتاجها في مرحله البري كونستراكشن زي الشوب دروينج والسيكونس ستادي والفاليو انجينيرنج والاركشنز دايجرامز والسرفاي واللاي اوتس بتاعتها كمان، وفي الاخر برضه اللي بنريبورت ليهم بقى اللي هو التوب مانجمنت والاكسكيوتيف مانجمنت، يعني لو ما بيطلبوا مننا ككونستراكشن مانجرز بيطلبوا مننا دائما الكوربريت مانجمنت بشكل او باخر، وازاي نتبع الاستراتيجيك بلانز بتاعتهم وفكره الماركتنج والبزنس ديفلوبمنت اللي بتؤثر علينا طبعا، بخلاف البابليك ريليشن لو كانت في مشاريع انفراستراكشر او مشاريع ذات لها علاقه يعني بالجفرنمنت والعامه من الشعب زي ما بيقولوا. دول الستيك هولدرز المعتادين اللي احنا دايما بنحاول نحافظ على كل علاقتنا معاهم على اساس دول، هم كلهم يا اما بيطلبوا مني بيانات يا اما انا ببعت لهم باخد منهم بيانات، فبالتالي بقدر احافظ عليهم بشكل او باخر ال 12 ستيك هولدر. طيب هنريفيو سريعا على السيشنز اللي فاتت كل واحد كده بس في 1 اور 2 سلايد، عشان دول اللي هنبني عليهم فكره الكونستراكشن مانجمنت اون جنرال سبيكينج. فلو بنتكلم على ده من هنا، ايون دي زي ما اتكلمنا فيما سبق ان دي اي construction management او construction project في على مستوى الكره الارضيه، هي دي الادارات او القطاعات اللي ملي بنتكلم فيها مع بعضنا، بخلاف بقى تفصيله كل واحده فيهم في حاجه زياده، في حاجه زي البدن والبلاننج والسايت والسبلاي تشين تكنيكال اوفيس والبروجكت كنترول واللين، ودي اللي هنتكلم عنها بالتفصيل النهارده والسيشنز اللي جايه، والتوب مانجمنت اللي هو بيبتدي مانج معايا كل البروسبكت بتاعتي، والبروجكت مانجر اللي بيبقى واقف في النص وحايس نتيجه الكوميونيكيشن المتعدده دي، او اللي احنا بنسميها الفوضى الخلاقه اللي بتبقى موجوده ما بين كل الادارات وبعضها. وزي ما اتكلمنا المرات اللي فاتت بيزد على ان المشاكل دي كلها او الفوضى الخلاقه او عدم وجود منظم عام لحركه البيانات والداتا ونقدر نقول الورك فلوز المنظمه ما بين كل الادارات دي، فده ادى فعلا ليك اوف كوميونيكيشن، جزر منعزله، اخطاء بشريه من كل اداره وبتترتب عليها طبعا اخطاء بشريه من الادارات الاخرى، والورك فلو اجهزه لاداره كل اداره فيهم وكل قطاع بيبقى ماسك عنده شويه سوفت وير هو بيشتغل بيهم بشكل او باخر اون ذا ديسك توب، فبالتالي بيكلف تكاليف ممتازه جدا في موضوع الهاردوير والسوفت وير لايسنس اللي فيها، والاهم 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 واللي برجع واكد عليها فكره الليكج اوف داتا دريفن ما بين الداتا دي كلها وبعضها. وهنا كانت بدات الفكره كلها في موضوع زي بيلدر من 12 سنة زي ما كنت قلت لحضراتكم، فكرة ان لا ان الادارات كلها بت اكسبوز الداتا بتاعتها بشكل منظم على البلاتفورم اللي اسمها او الكلاود بلاتفورم نفسها اللي هي زي زي بلدر، باستخدام تكنولوجي ما يسمى او الاي تي دي او الانتجريتد بروجكت ديليفري اللي هي بتبقى مسؤولة عن الانتجريشن بتاع الانفورميشن ما بين كل ادارة والتاني او ما بين كل فانكشن وقطاع ما بين التانيين، بحيث ان زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم فيها ان هي الفكره الرئيسيه ساعتها ان واحد زائد واحد ما بقتش تساوي اتنين، او معلومه من اداره او فانكشن زائد معلومه من الاداره او فانكشن تاني ما بقتش تساوي معلومتين، بالعكس الموضوع بدا يبقى اكسبوننشال، يعني معلومه التسعير من البدن مع معلومه التايم في البلاننج ادتني اكتر من 10 معلومات زياده انا ما كنت بحاول اوصل لها، اوصل لها بصعوبه وفيها اتريشن وخلاف، ومعلومه من البلاننج وفي البلاننج مع السبلاي تشين فرقت معايا ادتني 10 معلومات تانيه انا ما كنتش عارف اوصلها بالطريقه المعتاده وهكذا، فبدا الموضوع يتم بالتنسيق، وده كله سواء باستخدام الاي بي دي كترمينولوجيز واستخدام كان لابد يبقى في كلاود بلاتفورم هي اللي قادره على الوصول ليها، من سواء ان انا اكسبوز الداتا بتاعتي ليها او ان انا اسحب البيانات بتاعتي منها، غير لما تكون زي ما بيقولوا تكون كلاود
ومبنية بطريقة إنشائية شوية عشان تبقى قادرة تستوعب هذه المعلومات. وهنا الفاونديشنز اللي اتكلمنا فيها سابقا، اللي هي فكرة الانتجريشن بيزد اون اي بي دي، لازم يكون كلاود، لازم يكون بيم، وهنشوف وشفنا المرات اللي فاتت وهنشوف لسه هل البيم فعلا ما زال باورفول تول زي ما بيقولوا، بتقدر تساعد معايا وتوفر معايا في الوقت، سواء في البيننج، في البلاننج، في الكوست كنترول، في البروجكت كنترول، في السايت اكسكيوشن حتى. وده شفناه من المرات اللي فاتت كتير وهنريفيو عليه سريعا. طبعا السكيورتي عشان الداتا بتاعتي تبقى متامنه بشكل كبير. ثم اخيرا اللي هي فكره البيج داتا واستخدامات تطبيق الذكاء الصناعي، في ان هي هل تقدر تساعدني فعلا وتسهل لي الشغل بتاعي اللي انا بقيت بعمله اون ديلي بيس بشكل او باخر. بقت لا، الاي اي بقى يقدر يساعدني ويوفر عليا وقت كتير جدا 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 فيها. ويمكن بالنسبه لنا احنا بنشتغل او شغالين، لان احنا اي بي ام بارتنر مع الاي اي انجن، وهو الحمد لله من افضل 10 اي اي انجن على مستوى العالم، هو اسمه واتسون اللي فيها. وطبعا اهم تو فاونديشنز احنا مصرين عليهم نتيجه المآسي اللي احنا شفناها، فكره الكاستمايزابل بناء على ان كل شركه وكل دوله وكل ماركت سيجمنت بشكل او باخر بتبقى ليه اجراءاته، بتبقى ليه الستبس بتاعت طريقه عمله، وليه الداشبورد بتاعته، وايه المهتم بيها كمعلومات وايه اللي هو مش مهتم بيها، فعشان تبقى الدنيا فعلا الترابط مع الانظمه الحاليه. انا مش بعمل زي ما بيقولوا، مش هبني كل حاجه فروم سكراتش، انا شركه وبقالي 20 سنه 30 سنه 5 سنين، لسه فاتح السنه اللي فاتت، ايا كان حجم البلاتفورم او السوفت وير اللي انا بشتغل بيه، ان شاء الله ديسك توب كاكسل وعوان او مايكروسوفت اوفيس عموما، فان انا ازاي اقدر انتجريت معاه ويبقى السايكل بتاعتي كلها كامله وما ببتديش من الاول. ليه؟ زي ما انا قلت لحضراتكم، لان الاثنين دول الكاستمايزبل بلاتفورم والكومباتبل بلاتفورم، انا واجهت على المستوى الشخصي في على مستوى شركات كتير قوي ان هو في بلاتفورم كتير تقول لك لا انت بتاخده زي ما هو كده وما ينفعش اعدل لك فيه بشكل او باخر. بيها يمكن في سؤال باشمهندس الوليد، هل ممكن يتربط مع اوراكل؟ هو بالفعل بيتربط مع اوراكل مع احدى الشركات بتاعتنا اللي احنا شغالين معاهم، ومربوط مع الساب ومايكروسوفت داينامكس اللي فيها، ومع انفر كمان. فده يمكن رد عليها ومع باشمهندس وليد. وفي نفس الوقت فكره الكاستمايز ولي، ان انا زي ما قلت لحضراتكم كان عندي مشكله كبيره جدا ان انا ببقى عايز ريبورت، عايز اغير الاجراء، عايز اغير الترتيب، فكان دايما بيقال لي لا هو زي ما هو. لا، هنا نتيجه هذه المآسي وهذه المشاكل اللي احنا كلنا بلا استثناء واجهناها فيها، لا اصبح الموضوع موديولار بيز زي ما بيقولوا، اقدر اعيد ترتيب الاجراءات طبقا لرؤيه شركتي ورؤيه الاداره بشكل او باخر عندي. دي ال 5M Foundations اللي احنا دائما بنتكلم عليها، واللي لازم اي كونستراكشن مانجمنت بعيدا بقى عن زي بلدر او كلاود بلاتفورم، لازم انا لو حتى وانا بشتغلها بورق زي ما بيقولوا 20 22 سنه كده، فلازم ابقى حاطط قدامي الخمسه الرئيسيين اللي هو ال 5 ام زي ما احنا بنسميهم، مين ماتيريال ماشين ماني اند مانت، وهي دي اللي انا لازم ابتدي اعمل لها بلان من اول ستوب اللي هو ال 5 اكشن 5 اي او ال 5 اكشنز بتوعي. يعني لازم اعمل لها بلان ومونيتور البلان دي وكنترول على البلان ان هي تتحقق على كل المستويات واوبتمايز فيها بيزد على ده. والاهم بالنسبه لنا اللي هو فكره الفوركاست، طبيعي ان انا يبقى عندي رؤيه للمشروع ورؤيه ابديتد على ال 5 ام بالنسبه لي والتحركات بتاعتهم. وزي ما احنا كنا اتكلمنا ان هي لازم ال 5 ام تبقى باكسكيوت عليهم، وال 5 اي طول ما المشروع شغال اون ديلي بيز، اون ويكلي بيز، اون مانثلي بيز، اون كوارترلي بيز، بحيث ان ابقى قادر اشوف دائما ابلان ومونيتور وكنترول الماني بتاعتي والماشين بتاعتي والماتيريال وحركه الهيومن ريسورسز بتاعتي، لان
اي حاجه بره ال5 ام و5 اي ما بتتنفسش، ده معناها ليكنج في المشروع بتاعي، وده معناها وش على طول كده ان المشروع بتاعي يا اما زي ما بيحصل في 90% من المشاريع بالذات في الكونستراكشن بيحصل فيها، يا اما هي ما بتخلصش في مواعيدها، يا اما بتخلص بتكلفه اعلى بكتير، يا اما بتخلص بجوده اقل بكتير من السبيكس اللي مطلوبه بتبقى موجوده فيها. فطبعا ده كحجم مان باور شخصي كبني ادمين زي ما بيقولوا، لا ده بيحتاج فعلا جيش جرار من الموضوع، وده اللي احنا كنا دائما بنحاول زي ما بيقولوا استخدام بقى التكنولوجيا الحديثه باستخدام الكلاود او اعوانها، ان ازاي ان احنا نقدر نفهمه وهو يقدر ونتعاون جميعا ان احنا نعملها عشان اقدر امانج ال5 ام دول. فانا لابد من كل الداتا بلوكس دي تبقى موجوده بالنسبه لي كعقود وبنود المشاريع تعاقديه، مخططات الانشطه، حركه المعدات، المقاولين الباطن، عماله، خامات، حسابات المشروع، حجم الاعمال المنفذه، وعلاقتي مع العميل في الايارات واعوانه، والاساسي طبعا ان وجد بشكل كبير زي ما قلت لحضراتكم سان اوبشنال او نقدر نسميه مانداتوري اوبشنال اللي هو البيم موديل عشان نقدر نعملها. وكل ده مبني على السوبر ستراكشر بتاع الكمباني كود ومع الفاينانشال كودز بالنسبه لنا. والكمباني كود في طبعا في فورماتس كتير قوي زي السي اس اي فورماتس بعنوانها، او كل شركه بتقدر تشتغل او تري كونستراكت الكمباني كودز بتاعتها عشان اقدر ادخل كل البيانات دي. فبنشوف مين الستيك هولدرز الاساسيين، تقريبا كل الشركه لازم تبقى داخله من حتى من اول بتاع الامن اللي موجود عندي في الموقع، نهايه بالسي اي او بتاع الشركه، مرورا بقى بكل الافراد عشان يقدروا يدخلوا كل هذه البيانات ويتعاملوا معاها ويسحبوا منها الداتا، ونقدر نبلد اب فكره الاي بي دي او الانتجريتد بروجكت ديليفري للوصول فعلا للمشروع. وهو ده الاساس من وجهه نظرنا، ان لازم 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 للوصول لمشروع ناجح، وتعريف كلمه مشروع ناجح ان هو ينفذ في وقته وبتكلفه اللي محطوط لها بادجت، ومستوى الجوده اللي كان منصوص عليه في السكوب واللي كان معمول عليه بلان من البدايه، لازم كل الاطراف تبقى كولابريتيف، كل الاطراف شايفين نفس الداتا مع بعض، كل الاطراف قادرة تسحب البيانات بتاعة الأطراف الأخرى وتقارنها طبعا على حسب صلاحياته وعلى حسب هو المفروض يشوف إيه وفين وإزاي والكلام ده كله. بس إن كان لابد 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 يبقى كل فعلا أطراف المشروع شايفينه وقادرين يكومنتوا عليه وقادرين يكوردينيتوا على كل التاسكات اللي موجودة عليهم، مش بس بيتكلموا في كل واحد وحسبته زي ما قلتها لكم ان ابسط مثال دايما بيحصل فيه الكلاش. لا انا عندي تركيب ام اي بي بس انا محتاج الخامات، وبالذات الحاجات بتاعت الام اي بي والفاير فايتنج هي اللي بتبقى مشاكلنا دائما في السايت، نتيجه ان هي بيبقى حاجه فيها حاجات كتير قوي لونج ليد ايتم. لو انا كسايت عارف ان انا هبتدي انفذها يوم 1/3، لازم البريكيورمنت بشكل او باخر او الكلاننج بقى ساعتها يبقى مبلغ البريكيورمنت، خلي بالك احنا محتاجين الكلام ده فانت تتصرف عشان تجيبه لنا، فبيرجع الحق يا احنا متاخرين، ده احنا النهارده هو يوم 6 فانا لازم الحق اطلب، بس ده هتشجي لي قبلها بشهرين والايشوز دي كلها. لا اصبح الموضوع لوحده هو كل الافراد وكل الاطراف شايفه انا محتاج اركب الشدارات او اركب البامز بتاعه الفاير فايتنج، محتاج اركبها يوم 1/3، فبنراجع السيستم بيهايلايت على الاكتيفيتيز اللي موجوده عندي، فبالتالي بيبعت لمن له حق وصلاحيه في الاكشن اللي قبله، الحق خلي بالك انت من يوم 1/12 لازم تبتدي تجيب عروض اسعار، ولازم تبتدي تقدم على اعتمادات الاستشاري لو هو ما كانش مديني لستة التراستد فيندرز بالنسبه لي، وهكذا من يوم 1/12، مش استنى ليوم 6/2 عشان انا هبتدي اشتغل من 1/3. طبعا نتيجه
واخد دعنا نتحدثها بطلاقة، نتيجة الاوبريشنال وورك اللي احنا بنشتغله 48 ساعة في ال 24 ساعة لا يمكن ان تتذكر كل شيء. فكل اللي عملناه ان خلينا في عقل مدبر زي ما بيقولوا موجود جوه، هو اللي بيمايسترو الاكتيفيتيز والبريكيورمنت بشكل او باخر، ويتابع البروجرس بتاعها والحسابات والكلام ده كله بخبراتنا جميعا، هو اللي بيقدر يهايلايت بس ايه الموضوع. طبعا من اهم النقاط اللي كانت برضو بتعمل معانا مشاكل كتير قوي هو اللايف تايم بتاعت البيانات او الداتا بلوكس اللي احنا اتكلمنا فيها دي، لانهي مرحله من المراحل بتاعتنا. لا انا لابد من اول ما ابتدي المشروع وبعمل له ديزاين سواء انا الاستشاري بتاعه او مع مرحله البد، فبالتالي بسعر والكلام ده كله، لازم يبقى كل البيانات بتاعتي موجوده اول ما هخش في البري كونستراكشن والموبلايزيشن والشوب دروينج والبيم موديل. لازم ابقى برضه كل البيانات بتاعتي ريليتد ببعضها ومتربطه مع بعضها. دخلت في الكونستراكشن وبدات في التنفيذ وبدات في التكاليف بتاعتي وحركه خامات ومراقبه عماله، لازم برضه تبقى معتمده ومتربطه مع بعضها على نفس البلاتفورم بشكل او باخر، لغايه ما بسلم الاونر بتاعي ك زي ما احنا بنسميها اللي هو الاسبلت بكل السبيكس اللي هو كانت موجوده، لغايه ما بعمل بروجكت كلوز. كل ده تبقى اونلي على وان بلاتفورم، ريليتد البيانات كلها ببعضها متربطه، بحيث ان انا دائما في مشاريع كتير قوي كان بيطلب مننا طب هنعمل ايه في الكوميشننج، طب هنعمل ايه في البروجكت كلوزر، ولا حاجه، احنا بنكسبورت بس كل البيانات دي بشكل سيريز فولدرز متستفه كدوكيمنت مانجمنت، بنكسبورتها وخلاص، والاونر بياخدها وبتبقى الدنيا مش محتاجه اجري لا عايزين اللوح، لا ده عايزين مش عارف ايه، لا خلاص هي معايا طول البروجكت بتاعي سنه سنتين، هي اوريدي عمال اكيوميتيف على بعضها في البروجكت فولدر بتاعي، فبالتالي انا مش محتاج ازود حاجه اكتر من كده في الموضوع. طيب حتى هذه اللحظه هل في تساؤل؟ هل في ايضاح؟ عشان برضو قبل ما نخش في البروسيس اللي بعدها. تمام. طب هل الصوت واصل ولا انا كل ده الصوت قاطع وانا بكلم نفسي بس للتأكيد؟ تمام. اوكي. طيب ريفيو سريع عن التو سيشنز اللي فاتت الخاصة بالبلاننج والبيدنج او الجوب استيميشن في البيدنج سيستم. اتكلمنا سريعا على فكرة ان انا لازم ابني التسعير بتاعي عموما على الدايركت كوست، وازاي ارحل عليها واوزع الاوفر هيدز اللي موجودة عندي سواء في مرحلة الموبيلايزيشن وأعوانه، ثم إزاي أقدر أديفايد المخصصات زي الضرايب والتأمينات وأعوانها، وإزاي أقدر أوزع برضو على البنود كلها سواء الدايركت أو الإندايركت والأوفر هيدز، على فوقيها كمان المخصصات، إزاي أبقى عامل نسبة أرباحي وموزعها على كل بند أنا محتاجه، وإزاي أبقى حاطط ريسك فاكتور بشكل فعلي زي ما بيقولوا، واقدر ابتدي اطلعها بشكل واضح وسريع، وفي نفس الوقت ازاي اقدر كل ده يبتدي يجمع معايا بالعكس على ان انا اطلع الكلاينت بيرل، واللي في نفس الوقت اقدر اترسها واشوف ايه الفيدباك بتاعتها او ايه التغييرات اللي بتحصل فيها، لان برضو لنفس الاساس اللي احنا كلنا بنشتغل فيه تقريبا بقى لنا فتره طويله جدا سواء في مصر او في الشرق الاوسط عموما، ان ممكن البنود نفسها بتتغير، السكوب بتاعي بيكبر او بيقل، فبالتالي لازم ابقى محتفظ بكل الكلام ده بشكل واضح وشجري زي ما بيقولوا بالبنود بتاعتها، عشان نقدر نطلع فعلا ونشوف الدنيا لو حصل في اي تغيير الدنيا تبقى
ودي اللي هي البيلدنج اب لوكس اللي احنا بنتكلم فيها، من الدايركت كوست والاندايركت كوست والكاتيجوريز والجروبس، وازاي بنبني كابوسز من المرحله واحد كبرايسنج تمبلت، عشان لما اغير في سعر الحديد مثلا مش محتاج الف على كل البنود اللي انا هستخدم فيها الريسورس اللي اسمه الحديد، لا خلاص بقت موجوده عندي. لو انا عندي ريسورس عماله فبالتالي او خلاطه او لودر او هو خلافه، مش محتاج الف على كل الدراسه بتاعتي، لا هو بقى في مكان واحد بقدر اشتغل منه هو لوحده يابديت. واستخدامات الاي اي اللي احنا اتكلمنا فيها المرات اللي فاتت حتى في البرايسنج تمبلت دي، ان بقى هو بيقدر يجيب لي اخر سعر كنت درست بيه المشروع في هذه المنطقة فيها بين هذا النوع، أو إن هو بيجيب لي آخر سعر إدارة الاحتياجات بتاعتي أو إدارة السبلاي تشين اشترت بيه، فبالتالي بيهايلايت عليا وأنا في الآخر ليا الحق زي ما بيقولوا إن أنا أوافق على السعر أو هفضل محافظ على الأسعار بتاعتي لغاية ما بقدر أوصل للفاينل كلاينت بالنسبة لي. برضو اتكلمنا على فكرة البلاننج سيستم، وان لازم يبقى كل الموضوع بالنسبة لي كاكتيفيتيز والريليشنز بتاعتها والفلوتنج بوينتس بتاعتها والبروجرس اللي حصل عندي ما اقدر اجيبه اونلاين على الموبايل بتاعي او التابلت او الموقع بدون ما اخش او بدون ما احتاج ان انا يبقى عندي اكس من السوفت وير، سواء مايكروسوفت بروجكت او بريمافيرا وده اللي اغلب فيها، لا انا على طول بقدر اتريس وبقدر اراجع الموضوع واقدر اشوف ايه الابديت، لو في ابديت على البيز لاين، لو في بيز لاين جديد اصلا نازل بالنسبه لي فاقدر اشوفه، ونتيجه الربط والترابط ما بين اللي هنتكلم فيه بعد دقائق على موضوع الربط ده، فقادر اشوف الاس كيرف بتاعتي واحتياجاتي للريسورس، وقادر اشوف طبعا بسهوله فكره الربط البام بقى بالنسبه لي، ان انا قادر اشوف الفور دي والكونستراكشن سيكونس المفروض ازاي، كاني ببني المبنى بتاعي فيرشولي قبل الحقيقه بشويه، واقدر اكتشف كل الاخطاء اللي هقع فيها مستقبلا نتيجه ان حجم اللاينز والتكراريه الموجوده فيها، وفي نفس الوقت بتريس هو الكونستراكشن سيكونس المفروض يبقى ماشي ازاي، وبرضه اقدر ابتدي اعمل ريسورس مانجمنت وليفلنج للموضوع بالنسبه لي باليوم بالاسبوع بالشهر، وشايف حسابات التكليف بالنسبه لي، وهو ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه، ان اصبح فيه عقل مدبر جوه هو اللي عارف ان انا هحتاج الشيلر يوم 1/4، وان اللونج ليد تايم ده كايتم تحديدا بيرجع بالراجع، ببقى محتاج ان انا اقدر اشتغل اشتريه قبلها ب3 شهور عشان عقبال ما اخد الاعتماد من الاستشاري لو هو مش معتمد اصلا فيها، وعقبال ما بطلبه واوفر له العمله الصعبه ايا كانت ايه، بالذات لو هو حاجه استيراد، وعقبال ما بتتشحن وتجيلي او تتصنع وتجيلي مش لازم، وفجاه يوم 6/2 ان انا عندي تركيب شيلر هاخد له 3 شهور عقبال ما يجيلي، وانا المفروض اركبه يوم 1/3. اتكلمنا برضو على فكرة البيدنج وبلاننج لينكينج، وازاي الموضوع بيفرق وبيبقى ببساطة شديدة جدا اقدر الانك ما بين البي او كيو ايتم بكل تفاصيلها بالريسورسنج اللي حصل عليها استيميشن، مش محتاج اعيد الموضوع تاني مع الاكتيفيتيز بالنسبة لي، فاقدر مباشر زي ما اتكلمنا سابقا ان انا اقدر اطلع بالريسورس بلاننج والاس كيرف ابديتد، ونرجع نحط خط ابديت، لان كانت احدى مشاكلنا القويه والعنيفه صراحه، لا الناس بتوع البلان او الاستيميشن اخ ده احنا نسينا التسعير فخد التسعير الجديد، الناس بتوع البلاننج اخ ده انا زوق لعبت في الاكتيفيتيز فخد الاكتيفيتيز الجديده عشان نسعرها من الاول وجديد، ونفضل في الدايره اللانهائيه فعلا بالنسبه لنا دي، لا اصبح اللي بيلف هو في الدايره دي وبيعمل لي الابديتس دي كلها وبيرجعها لي، لا انا كل اللي عليا بس ان انا برفع جزء من الداتا بتاعتي اللي مطلوب مني، سواء البي او كيو ايتمز او البلان اكتيفيتيز بالابديتس بتاعتها، وهي كلها بتتضرب على بعضها من جوه بيزد على الريليشنز اللي احنا بنبنيها مره واحده، فبالتالي كل الكيرفات وكل البلانز وكل الريسورس بلاننج بالنسبه لي بيحصل له ابديت اوتوماتيك اول ما بعمل اي ابديت للانفورميشن. الجزء اللي كان مهم برضو بالنسبه لنا وفرق معانا كتير جدا بفكره الزي بامر او البام موديول اللي موجود بالنسبه لنا، وان انا ازاي اقدر اتفرج على المودل بدون ما يبقى معايا جهاز ورك ستيشن عنيف بكارت شاشه عنيف ببروسيسور قوي جدا اخر حاجه زي ما بيقول، ولا انا بقدر اخش عليه من الموبايل وانا فيجيت وسيرش على الحاجه بتاعتي او التابلت بتاعي او لابتوب
ب 3 جنيه وربع زي ما بيقولوا، بقدر اتفرج على المبنى بتاعي كله واشوف ايه اللي خلص فيه وايه اللي ما خلصش وايه اللي عليه ايشوز وايه اللي عليه راند مارك، وكومنت عليه لو انا شايف ان في مشكله من المشاكل. ده كله زي ما انا قلت لحضرتك، ان احنا بفكره الكلاود ان احنا نقلنا كل الكمبيوتيشنال ريسورسز اللي احنا محتاجينها اتنقلت على الداتا سنتر الكبيره خالص، واحنا شغالين مع امازون، فما شاء الله عندهم سبيكس عنيفة في الموضوع. فبقيت لا انا شلت، طبعا لو انا عندي مشروع فيه زي 200 300 400 بني ادم، بدل ما كنت هروح اجيب لي 200 300 لابتوب او ورك ستيشن او ديسك توب قوي، لا احنا نقلنا كل الكمبيوتيشنال سبيد اللي انا محتاجها نقلتها على داتا سنتر. الناس بقت محتاجة تشتغل فعلا على سكيل كسبيكس وهاردوير وسوفت وير اقل بكتير، وفي نفس الوقت ابديتد، وهنا اللي برجع باكد عليه ابديتد، بمعنى ان اي تعديل في الشوب درونج، اي تعديل في الويب موديل، اي تعديل في الكونستراكشن سيكونس، خلاص هو اول ما بيترفع كل الناس اللي في المشروع بيجي لها نوتيفيكيشن الحق ده في ابديت حصل، دخلت شفت اتفرجت عليه، مش محتاج لا طب ابعته لي على سي دي، طب ابعته لي على الميل، طب لا ارفعه لي على كذا، لا خلاص الموضوع بقى بالنسبه لنا ابديتد. وطبعا بفكره اكيد الفيجواليزنج للبيم موديل على كل الديسبلين لوحدها، وان انا اقدر امرج كل الديسبلينز دي عشان ابتدي اعمل الكلاش ديتكشنز وابتدي اعمل كل الايشوز المرتبطه بيها واشوف هل في تعارض ما بين الحاجات دي وبعضها ولا لا، لان زي ما احنا كلنا متفقين ان كل ديسبلين من دول لو انا بشتغل في الشوب دروينج فبيطلع لي سيكونس مختلف بشكل او باخر. بيننج فكرة الحصر، أو الحصر سي دي زي ما بيقولوا، احنا بنسميها فكرة الناس كلها دلوقتي خلاص انا بقيت بربط ما بين البي او كيو ايتم على طول وما بين الاليمنت او الكاتيجوري او الفاميلي اللي موجود عندي جوه البم، فبالتالي اوتوماتيك على طول بيبتدي يحصل لي الكميات. اي ابديت حصل على الموديل هو بيريكالكيوليت الكوانتيتيز بتاعته ويرجع يعمل لي ابديت، وبالذات لو انا كنت مختار له كاتيجوري على بعضه فبالتالي في اليمنتس دخلت في الكاتيجوري ده زياده، زي مثلا العواميد، فكل ما العواميد بتزيد في المبنى هو لوحده بيروح يحصرها، بالذات لو انا رابط ما بين البيم موديل وكاتيجوري، لو انا رابطها مع اليمنت بعينه كحيطه مثلا بشكل او باخر خلاص هو بيبقى فيكس على الاليمنت ده ملوش دعوه بباقي الالمنتس اللي حواليه، بس لو الالمنت ده حجمه كبر حجمه صغر حصل فيه فتحات بشكل او باخر فالفوليوم بتاعه قل، فبالتالي هو ده كل شويه هو عمال يريكالكليت مع كل ابديت للموديل اللي موجود عندي. فدي لا تتخيلوا، لا انا متاكد ان انتم متخيلين المعاناه اللي احنا كنا بنعانيها فيها، فبالتالي اصبح الموضوع كله بيتم اوتوماتيك بحيث ان هو بيحصل لي الكميات بتاعته. وده يعني كان ملخص التو سيشنز اللي فاتت في فكره ان البيدنج والبلاننج والبام تيمز بيسهلوا لنا قد ايه في موضوع السكادولينج، موضوع الكيو اس، موضوع الفور دي والفايف دي، موضوع الريسورسنج والبرايسنج، اصبح اللينك ده فقط لا غير بشكل كبير قوي قادر يسبورت معايا في فكره الكونستراكشن مانجمنت عموما. واول تو فانكشن اللي اتكلمنا فيهم اللي هو الريسورسنج والسكادولينج والبلاننج اللي موجود فيها بكل التفاصيل اللي احنا اتكلمنا فيها. طيب ده سؤال اتسالته في احدى السيشن في اوتوداسك يونيفرستي، هو فعلا بس الكلام ده كان من حوالي 5 6 سنين صراحه، هل بالفعل الكلاود تقدر تساعدني عشان ابقى كونستراكشن بروجكت مانجر كويس؟ بالفعل هي بتقدر تسبورت معايا بشكل عنيف جدا جدا، بس لازم تبقى معموله صح زي ما بيقولوا بشكل او باخر عشان بالفعل تقدر تسبورت معايا وتصرح معايا. طيب عشان نقدر نقول فعلا كبروجكت كنترول، ديفينيشن بتاع بروجكت كنترول ده تعريفه ايه؟ يعني تعريفه لازم يبقى عندي حاجه اسمها بروجكت فاونديشن ترانجل، اي مشروع في الدنيا لازم يبقى فيه تايم وسكوب وكوست، وفي النص هو محصور ما بين الكواليتي، ده الترانجل الطبيعي بتاعنا، لما لو الوقت زاد فالكوست هيزيد والكواليتي احتمال تزيد او تقل على حسب الانجل بتاعتي، لو السكوب زاد
فاكيد التايم والكوست هتبتدي تزيد. فالتراينجل دول هم ثلاثه فعلا تراينجل مترابطين، انا حاولت ازود بس عليهم فكره هو بقيه الارياز اللي احنا اتكلمنا فيها في اول المحاضره على الكونستراكشن مانجمنت، فعلا ارياز اللي احنا كنا بنقول فيها. فالتايم اللي بيغير فيه او بيزوده هو فكره التشينج مانجمنت والريسك مانجمنت، لو اي عندي ريسك حصل في المشروع ولازم اعمل ريسك ميتيجيشن عشان لو حصل كذا اعمل كذا بكل الايشوز بتاعتها. طبعا التشينج والريسك هما بيأثروا في التايم والكوست، بس دايما بحس ان الافكت الاكبر بالنسبه لهم بيبقى في التايم. الكوست كبريكيورمنت مانجمنت واتش ار وهيومن ريسورس مانجمنت بيفرقوا مباشر في الكوست، طبعا برضو بيفرقوا في التايم، وان كان زي ما قلت لحضراتكم بيبقى الامباكت الاعنف بالنسبه لهم فيها. فكره الانتجريشن اريا والكوميونيكيشن اريا والدوكيمنت مانجمنت اريا فهي بتزيد ليفل اوف كواليتي، وان كنت ما زلت بؤيد طبعا ان هي بتؤثر بشكل كبير على السكوب، تؤثر بشكل كبير برضو على التايم والكوست. طيب لو احنا بنتكلم هو ده الفونديشن ترينجل بتاعتنا، ازاي اقدر اكونترول تايم كوست سكوب مع كل الماينورز دي؟ كل الحاجات دي كلها لازم زي ما اتكلمنا من حوالي 4 5 سلايد، لازم اتلان الاول كل واحده فيهم، لازم ادو اكسكيوت الموضوع وانا قادر بتشك على البلان بتاعتي هل هي فعلا ماشيه، على الدوينج بتاعي هل هو ماشي تبع للبلان ولا لا، واكت ان انا لازم اغير في البلان عشان ابتدي اري دو الموضوع واري تشك الوضع بالنسبه لي واري اكت وهكذا. فاصبح بالنسبه لي حاولنا نقلل بس السكوب بتاعنا كبروجكت مانجمنت او بروجكت فوكس اكتر فيها تايم كوست كواليتي اللي احنا بنتكلم عليه مع السكوب بالنسبة لنا، فبالتالي اقدر كنترول على مين في دول كلهم، هم دول المين بيلرز اللي احنا بنتكلم عليهم. اقدر استخدمها ازاي؟ بالبي دي سي اي سايكل، اللي هو اي واحدة من دول لازم احط لها بلان، ابتدي اكسكيوت، ابتدي اتشيك البلان بتاعتي هل هي سليمة ولا لا، ابتدي اكت ان انا بعدل او موديفاي ده. فمن هنا بدأنا نفكر طب بصوت حالي، طب عايزين بقى ننفذ الكلام ده زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم، هل هي كانت فكرة؟ هل هي كانت بروسيديورز تخيلي؟ لا، بدأنا نحط طبعا دي البروجكت كنترول فلو اللي بيقدر يكنترول معايا السابق شاشات اللي هو الفونديشن ترانجل باستخدام الانجل ده. بس ده زي ما قلت لحضراتكم كانت الميزة ان هو خبرات السادة الزملاء زي حضراتكم هي اللي بقى عملت بيلد اب لكل النولج اللي موجوده في البلاتفورم الكلاود بلاتفورم ده. فكان من اولها ان انا بستارت بالبي او كيو ايتم، وده طبيعي جدا بالنسبه لي، استارت بالبي او كيو ايتم اللي موجوده بشتغل عليها بتفاصيلها بالكوست استيميشن بالبلاننج اكتيفيتيز وبلا بلا بلا اللي احنا مربطينها في التو سيشنز اللي فاتت واللي راجعين عليها سريعا، وابتدي اخش عشان انا كده حطيت البلان ككميات منفذه او كميات عايز انفذها بيها بمعدلات اداء او معدلات انتاج معينه، فابتدي اتابع الاكسكيوتد ورك اون ديلي بيز. وزي ما اتكلمنا في السيشن الاولانيه ان انا ممكن ادخلها ارقام، ممكن ادخلها 3 دي على البي موديل على طول، ان انا طول ما انا ماشي على الموبايل بتاعي او التابلت الحيطه دي خلصت تشيك كبام اليمنت، السقف ده صب نصه، البلاطه دي لا اشتغلنا في حديد التسليح بتاعتها. فالمهم في الاخر اون ديلي بيز، اون ديلي بيز لازم اصغر سايت فورمان موجود عندي هناك بيقول لي انا نفذت كذا النهارده، عشان اقدر اقول انا ماشي تبع البلان ولا لا زي ما كنا اتكلمنا فيها، وهنتكلم بتفاصيل اكتر كمان كلين وسكس سجما واوبتمايزيشن للبروجكت كنترول باستخدام الكلاود من السيشن اللي جايه ان شاء الله. فكان الهدف الرئيسي منها ان لازم كل سايت انجينير يبقى عارف اصلا هو المفروض ينفذ الاسبوع ده ايه، لازم ينفذ اليوم ده ايه، فبالتالي اوتوماتيك السيستم بيقول له اللوك اهيد 1 ويك بتاعك اللي هو ساي مثلا النهارده السبت، ف
فهو عارف من السبت النهارده لغايه السبت الجاي اللي هو عمل له اكسكيوشن من البي او كيو ايتم واللي كانت مربوطه بالاكتيفيتي بلان اللي هو اوريدي ابروفد خلاص على كل المستويات. فانا كمهندس موقع صغنن ماشي طبيعي جدا، دخلت على الكلاود بلاتفورم ده، دخلت كل قلت له ايه اللوك اهيد 1 ويك بالنسبه لي، فتحت الموبايل بتاعي. ده انا المفروض انفذ الاسبوع ده احفر 500 متر واصب 200 عاديه واصب فوقيهم 300 مسلحه وارفع روس العواميد بالنسبه لي. فخلاص انا عرفت الموضوع، حبيت ابص على سكوب افضل شويه اللي هو اون ديلي بيز كمان ايه التاسكات اللي مطلوبه مني ببتدي اترسها. طيب لو انا عندي مشكله، لو انا مش قادر اقول لا ان الكلام ده غلط، انا مش بفاجئ بيه، ده بالعكس ده هو بيبقى موجود معايا وشايف زي ما بيقولوا لوك اهيد 1 ويك و2 ويكس و4 ويكس و12 ويكس كمان. فانا ببقى قادر اون ديلي بيز معايا الابديتس ومعايا البروجرس اللي حاصل ومعايا برودكشن ريتس اللي احنا بنشتغل بيها، فبالتالي من حقي الو او اكومنت على طول على البلان بتاعتي از كولابوريشن وكوردينيشن ما بيني وما بين الناس بتوع البلاننج اللي هم بيقعدين في دايما بالذات واحنا في الموقع كده بنقول الناس بتوع البلاننج دول والمكتب الفني قاعدين في التكييف ورامييننا احنا في الشارع. لا انا اصبح بالنسبه لي ممكن اعترض في اي وقت واقول لا انا مش هنقدر ننفذ الكلام ده، وعشان ننفذ الكلام ده محتاجين 1 2 3، مش اعتراض وخلاص. لا بالعكس انا بقيت شايف شغلي لمدة أسبوع لمدة شهر لمدة 3 شهور أبديتد بيكيلي من غير ما النبي يا باشمهندس يا أستاذة سعاد بعت لنا آخر أبديت. لا 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 الكلام ده خلص خلاص، بقى شغلي موجود وأبديتد وبشكل أو بآخر عارف كولابوريت معايا. لا يا أخوانا طولوا المدة شوية، لا أنا ما عنديش مثلا الشلالات لسه ما طلبتش أصلا اللي إحنا كنا ككيس بنتكلم فيها، فأنتوا بالتالي محتاجين تشفتوا الكلام ده كله. فأصبحت فكره الكولابوريشن وفكره الكوردينيشن من اول بس بحط الماستر بلان الاولانيه الناس كلها ابديتد زي ما قلت لحضراتكم، من اول السي او بتاع الشركه للبروجكت دايركتور للبروجكت مانجر لغايه السايت انجينير الصغير اللي لسه متخرج السنه اللي فاتت واللي واقف على اللبشه بيقلب كوبايه الشاي زي ما بنسميها بطفش الخشب. فاصبح الناس كلها كوردينيتد والناس كلها شايفه الدنيا ماشيه ازاي، لو في اي بروجرس حصل بيبان للجميع، لو في اي ابديت او كوميونيكيشن بتبان للجميع. الاهم الفكر بقى بعد ده كله اللي هو شايف الاكسكيوتد بالنسبه لي في الموضوع ان هو كمان بيبتدي يشوف الاكسكيوتد وورك بتاعه وبيسجله اون ديلي بيز، فبالتالي قادر يمونيتور كل الناس قادره تمونيتور هل احنا ماشيين تبع اللوكهات بتاعتي ولا لا، هل احنا شايفين الدنيا ماشيه صح ولا لا، هل في حاجات اترحلت للاسبوع اللي جاي او حاجات اترحلت لتاني يوم او خلافه. فاصبح اللينكج ما بين البي او كيو والبلاننج والاكسكيوتد وورك زي ما اتفقنا اون ديلي بيس. قدرت اطلع من الاكسكيوتد وورك ده ببادجتري كوست وبادجتري تايم، قال انا زي ما اتفقنا از كوست وتايم وكواليتي اللي هم الثلاثه بيلرز الرئيسيين كوست وتايم اللي احنا كنا بنتكلم عليهم كوست وتايم وسكوب. بس السكوب دائما لو زاد عليها فاريانس او خلافه لما فيش السكوب فيكسد فدايما بتلاقي الكواليتي نزلت والسكوب هي اللي بقت جوه. فبقيت قادر اشوف البادجتري كوست البادجتري تايم البادجتري كواليتي اللي انا المفروض اسلم فيها هي كده مظبوطه ولا لا، ولو فيها فاريانس او ولا لا، بيزد على وبرضه هنرجع ناكد على حجم الانسرتينتي وحجم الفاريشن اللي موجود عندنا في المشاريع في 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 الشرق الاوسط الاكسبكتد وورك دي دخلت فيها في ديسكشنز كتير قوي 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 بره مصر والشرق الاوسط بشكل عنيف، لان الناس هناك مش معتاده، هناك المشروع بالنسبه لهم لمسم، ما بيعتبروش هم ما يعرفوش يعني ايه مشروع ريميجرد، ما يعرفوش يعني ايه مشروع يبقى بادئينه ب 100 مليون سبحان الله سبحان الله نخلصه ب 350 مليون. مش عشان نستغفر الله العظيم يا رب في حاجه غلط، لا هو السكوب بس زاد شويه، طب السبيكس زادت شويتين ثلاثه، طب الكواليتي اللي كانت مطلوبه زادت لها 3 4 5
فده انا كنت داخل في مبنى فادوني المبنى بدل ما هو انشائي، طب خده انشائي ومعماري والكتروميكانيكال وتشطيبات بالمره، او العكس ان انا بداخل ترنكي اي بي سي بروجكت بشكل او باخر، فما عجبش الاونر بعد وانا شغال في الكونستراكشن فيقول لي طب خلاص انت هتشتغلها ستراكشر بس مالكش دعوه بالباقي. حجم الفاريانس اللي بيحصل والابديتس الديلي دي كان لازم بشكل او باخر في حد يسجلها زي ما بيقولوا، ولازم اون ديلي بيز اون ديلي ميتنج بنعملها مع الاستشاري بشكل او باخر، ومع التيم بتاع الكونستراكشن ومع التيم بتاع التكنيكال اوفيس، هل في اي تغيير في حجم الاعمال المتوقعه، لان ده كله بيروح مؤثر بالنسبه لي في حجم المشروع وفي حجم الشغل وفي مدته وفي الكواليتي اللي انا هشتغل بيها. فلازم لازم لازم بشكل او باخر ابقى شايف حجم العمل المتوقع دائما بشكل ابديتد، وبالتالي ده بيأثر بالراجع لو انا كنت شغال في خرسانه بس ازاي ان انا المده بمعدله الانتاج، فاللي انا ابتدي لازم افكر هل دي هتبقى فيكسد ديوريشن ولا فيكسد برودكشن ريت، لان انا في الاخر انا ممكن يبقى عندي دولاب واحد هو اللي بشتغل بيه، فوالله هي انا كان عندي 1000 متر مكعب خرسانه لازم اصبهم في الاسبوع، غصبا عن بودي هي لو زادت بقت الاكسبكتد ورك 2000 هاخدهم في اسبوعين، ما ده لازم احط وان اوف تو كونسترينز يعني، فيا اما فيكسد برودكشن ريت يا اما فيكسد ديوريشن. فيكسد برودكشن ريت وده سهل ودائما اللي احنا بنشتغل بيه بس مش في كل المشاريع بينفع يعني، خلاص والله انا بدل ما كنت هصب ال1000 هصب ال2000، العكس وده دايما اللي بيبقى اسوأ ودايما بيبقى ليه ريسك ميتيجيشنز قويه قوي، لازم تبقى متجهزه زي ما بيقولوا، فجاه ال1000 بقوا 2000 في نفس الاسبوع، يا اما بطبقها ورديتين يا اما لو ما ينفعش في حاجات سيكونشال فبطبقها ورديتين لتاسك معينه زي الحداده والخشب والنجاره والكلام ده كله، وبرجع ابتدي اشتغل بقى في الصب، بجنن الناس بتوع محطات الخرسانه معايا لغايه ما بنعمل بنصب، بس في الاخر الريليشن بتاعتها كاكسبكتد ورك دي مهمه بالنسبه لي جدا عشان ارجع بالريفرس بتاعها اشوف هي تاثر بقى بالنسبه لي في البي او كيو، وتاثر في البلان، وتاثر في البرودكشن ريتس بالنسبه لي والهيومن ريسورسز والماشينري بلا 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 بتبقى عامله ازاي. فدي عشان كده الاكسبكتد ورك اتس كريتيكال كريتيكال كريتيكال، لازم تبقى متسجله ولازم تبقى ابديتد ولازم ابقى عارف مين اللي قال الكلام ده ومين بيزد على ايه عشان تقدر تريفرس، لان زي ما انا قلت لحضراتكم بنريجنريت الموضوع بشكل عنيف قوي. مع الاكسبكتد سعر الدولار زاد، لا ده سعر البنزين زاد، لا ده سعر المحروقات زادت بشكل معين، فبالتالي التكاليف بتاعتي زادت بشكل مختلف، لا ده السبيكس اختلفت، لا ده السكوب بتاعي اختلف، لا ده الاستشاري غير معايا الريكويرمنت اللي هو كان طالبها، فكل الايه سجل كايشيو كار اف كيو كار اف كار اف اي الكلام ده كله، لا 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 الكلام ده لازم بتسجل، وهي هتسمع في ايه؟ هتسمع في كوست تايم كواليتي سكوب، وكل واحده من دول لازم تسمع اوتوماتيك اول ما تتسجل، وابقى متفق انا من اللي سجلتها كمهندس مكتب فني ومع الاستشاري ومع مدير المشروع ومع الاونر نفسه كمان قادر يشوف الكلام ده، ان الفاريشن دي هتزود لي يومين بس في الاكتيفيتي الفلانيه وتزود لي كوست بشكل زي مثلا 10%، وبالتالي لازم اروح اجري على الاونر، لا انا محتاج فاريانس معين بشكل او باخر في البرايسنج بتاعي، فبالتالي ترجع تسمع معايا في السيلز برايس اللي هو في الاخر بيعني الريفينيو اللي فيها. فجزئيه الاكسبكتد ورك والفاريشن والكليمز دي انا بعتبرهم بارتيشن كده وتشينج اند ريسك مانجمنت زي ما احنا بنسميهم، دول كفرد اريا اللي موجوده فيها. طيب كل ده ممتاز جدا، بس الاهم بالنسبه لي الكاستمر بيلنج، الاي ارات والاستشاري والراجل نفذ ولا ما نفذش، والفلوس اللي هتجي لي والراجل اعتمدها وانا والله نفذت 100,000 متر مكعب وانا عايز فلوسهم عشان اعرف امشي بالدايره في الورا عشان الدايره تكمل زي ما بيقولوا، فبالتالي لازم اتريس هو انا بيزد على العمليات البي او كيو والاكسكيوتد وورك والاكسبكتد وورك والفاريشن والبلانز بتاعتي اللي انا عمالين نتكلم فيها بقالنا
تو سيشنز وشويه اهو اللي فيها، لازم اقدر بقى اتريس بريفرسلي هو انا الاي ارات اللي قدمتها للاستشاري عامله ايه. والله لا، ودي على فكره عشان بس نبقى متفقين، هنكتشف فيها ابداع عالي جدا لما نبتدي نترسها ونشوف بقى الحاجات دي كلها متربطه مع بعضها، هنكتشف فعلا ابداعات عاليه جدا. تلاقي بند الناس مثلا في السايت شغاله فيه مثلا بقى لها شهر وما قدمناش فيه ولا اي ار، طب ليه حضرتك؟ اصل الاستشاري ما، وتلاقيه تكلفه فعلا ممكن تصل لعده، يعني عده عشرات من الملايين، يعني زي ما بيقولوا بايا كانت العمله اللي احنا كنا شغالين فيها، ملايين من الدولارات او ملايين من الريالات او ملايين من الدراهم او الجنيهات حتى، وتلاقيه هو ما قدمش اي ار. ليه؟ اصل الاستشاري ما مش هيقبل مني الاي ار ده غير لما يكون وصلت لكذا. ليه؟ طب ما انا بشتغل فيها بقالي شهر، ليه؟ ليه فرفردها ليه؟ لازم الاقي، يبقى ساعتها لازم اريبلان الموضوع واربط ما بين الكاستمر بيلينج، عشان هو ده بالنسبه لي الريفينيو سورس اللي انا اقدر اسستين بيه الكاش فلو بتاعي، اللي انا هخلي كل المشروع اصلا شغال ستيبل. ما لو حضراتكم، بس ما اعتقدش ان هي موجوده دلوقتي معايا، كنت اوري لحضرتك فكره الكاش فلو اصلا ككيرف، ان انا بفضل اصرف 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 اصرف، فبسحب من الكاش بادجت اللي موجوده معايا لغايه ما اوصل لمرحله بيجي لي الريفينيو، فبالتالي يشحنها لي تاني، افضل اصرف اصرف لغايه ما يجي لي ريفينيو تاني. فلو ما فيش ريفينيو بيجي لي عن طريق الكاستمر بيلينج بشكل او باخر، فخلاص ما انا مش عارف اصرف، المشروع هيقف بشكل كبير، وده بتبقى مسؤوليتي انا كجود كونستراكشن بروجكت مانجر بشكل كويس. ففكره الكاستمر بيلنج وربطها بالفارينس او الفاريسنز والكليمز والاكسبكتد وورك والبادجت والاكسكيوتد وورك والبي او كيو مع البلانز والاكتيفيتيز، اتس كريتيكال وان، خاصه في موضوع الكاش فلو. بيزد على كل البيانات دي اللي حضراتكم اللي اتكلمنا فيها واللي حضراتكم شايفينها دي، الكلام ده كله بيتاخد بقى بيتضرب في ميكسر واحد زي ما بيقولوا، بيخش على الباشمهندس الزميل دكتور واتسون اللي هو الاي اي انجن بتاعنا. فباجي بساله هو سؤال واحد صراحه او سؤالين عشان اكون صريح مع حضراتكم، بقول له بيزد على كل البيانات اللي موجوده قدامك دي، وطبعا هي بتبقى كابسيوليتد وانكربتد وهو مش فاهم هو بيفكها ازاي، لان احنا بنريفرس الديكودنج والكودنج بتاعتها. بساله سؤالين: المشروع ده هيخلص امتى؟ وهيخلص بتكلفه ازاي؟ ودائما دائما من اكتر من 8 سنين لغايه دلوقتي واتسون مفيش مره نصفنا وقال ان احنا هنخلصها في ميعادها صراحه، غير في 2020. وما تسالوش ازاي ليه؟ لان احنا بالفعل 2020 كانت الدنيا مع انها كانت اهدى، وربنا طبعا يعفو عننا جميعا بكوفيد على الدول كلها، قدر بالفعل قدرنا نحقق نسب بروجرس عاليه جدا، يمكن لغايه 2018 و2019 باستخدام ده، بدل احنا كنا بدانا في المشاريع تراديشنال كنا بداناها بنسب بروجرس تصل الى 68% و65%. اعلى نسبه وصلنا لها كانت السنه اللي فاتت، والحمد لله وصلنا ل 98% بروجرس از اوفرول على زون كبيره، مثلا عده عشرات من الكيلومترات زي ما بيقولوا في مشاريع الانفراستراكشر، او عده عشرات من الالاف من الامتار في مشاريع الميجا برودكشن. دي كانت فكرتها كلها بالفعل مبنيه على كل الاكسكيوتد ده التراديشنال، زي ما انا قلت لحضراتكم اول ما بداناها في المشروع، لان احنا في المشاريع بتاعتنا التراديشنال كان بالعافيه بتوصل ل 68، مع اول استخدام لفكره الكلاود واللينكج دي وصلنا من 68 لغايه 82، حافظنا عليها من 82 85 88 90. السنه اللي فاتت احتفلنا بالظبط 2019 كنا وصلنا ل 92% بروجرس من ده كله. وصلنا ل 2020، اخر 2020 الحمد لله ان احنا وصلنا نسب بروجرس في المشاريع بتاعتنا كلها لما يقرب من 95 ل 98%. طيب مش مهندس سيد بيقول يعني كله بالتوقع، الفوركاستنج باي ترايل اند ايرور؟ لا، هو مش ترايل اند ايرور قوي باشمهندس سيد، احنا بيزد على التنفيذ اللي موجود في الاكسكيوتد ورك، وبيزد على البلاند برودكشن ريت اللي موجود في الاكتيفيتي
بلان اللي موجودة عندنا، وبيزد على البادجيتري اللي احنا بنتفق عليها. لو انا كنت قايل في البلان ان انا معدلات انتاجي 100 متر مكعب حفر يومي، بس التنفيذ بتاعي كان بيقول بير ايتم بير ريسورس، لا ده انا مش قادر اعمل اكتر من 80. فبالتالي فكرة واتسون بقى بالنسبة لنا على كل السكوبس دي، هو دايما بيقارن ما بين البلاند والاكشوال، وبيشوفهم زي ما هنشوفهم تحت يمكن في السلايد بتاعتهم، بيقارنهم بالاكشوال اكسكيوشن برودكشن ريتس، كمعدلات اداء زي ما احنا بنسميها، سواء بتاعت اخر شهر او اخر 3 شهور او الافريج في المشروع من اوله لاخره. فبالتالي هو بيقدر يبريدكت بيزد على كل التوصيفات بقى، لا ده في مشتريات، لا ده في ماشين انا محتاجها بس مش افاليبل دلوقتي، لا ده في ريسورسز مش بتبقى افاليبل غير في مواسم معينه مثلا زي ما بنتكلم في بعض الاحيان. فبالتالي واتسون بيقدر بيضرب كل معدلات الانتاج دي، البلاند والاكشوال بشكل او باخر، على كل البنود، على كل الريسورسز، على كل الريليشن ما بين الاكويبمنتس، ما بين الماشين، ما بين الهيومن ريسورس، ما بين الكلام ده كله، وبيضربهم كلهم في خلاط، وبيقول لك بيزد على كل ده لاخر شهر واخر 3 شهور واخر الافريج بتاع المشروع كله من اوله لاخره. بيقدر يقول والله المشروع ده النهارده يوم 6/2 المفروض كان يخلص يوم 30/6، لا المشروع ده مش هيخلص 30/6، المشروع ده هيخلص يوم 30/12، وهيخلص فاريانس في التكلفه قد كذا. بل بالعكس هنشوفها بعد شويه ان هو ساعات في اوقات كتيره قوي كمان بيقدر يديني تشينجز اوف سي بي ام، يعني اقول له طب لا ده انا عايزها باقل تكلفه بس مش مهم الوقت، او باطول وقت بس المهم تقليل التكلفة، أو اديني كومبرومايزنج ما بين الاثنين. فهو لوحده اللي بيبتدي يتحرك معايا بالفاريبل اوف زي ما بنسموها جيناتيك الجوريزم اللي موجودة عنده، بيبتدي أنا بس بلعب في البارامتر، فيبتدي هو يديني الاكسبكتد بيزد على ده، وبالتالي بيديني مقترح للبلان نفسها اللي أنا هكمل بيها بقية المشروع، ومقترح للريسورس، مقترح للكوست اللي فيها. ده كده سريعا لغاية ما نخش في التفاصيل، مش هنقول تفاصيل كتير إن شاء الله، هي بس لكل واحدة من دول نقدر نتكلم في زي ما نقول سامبل كده من السامبلز الشاشات بتاعتها، عشان زي ما قلت لحضراتكم هذه الشاشات ممكن يبقى فيها سيشنز، كل واحدة فيهم فيها سيشنز مطولة، وإيه الفرق ما بينهم، بس هنحاول نهايلايت الفكرة مع بعضينا ونشوف الدنيا تبقى متحركة إزاي. فادي اهو كويس، ده البروجريس وورك او الاكسكيوتد وورك زي ما احنا بنسميه. هنا شايفين البنود، شايفين الريسورسز اللي موجوده فيها، شايفين اليونت ريتس الموجوده بالسيلز برايس، وانا قادر اقول هو البريفيوس انا نفذت الكميات السابقه من هذه البنود قد ايه في هذه المشروع، وفي نفس الوقت قادر اشوف لو انا عندي تنفيذ ذاتي او تنفيذ من مقاول باطن او شيرد ما بين الاثنين، وفي نفس الوقت قايل قادر اقول هو توتال كوانتيتي سواء اللي اتنفذت من هنا، لان احنا دائما بنسبه كبيره قوي في بنود ما نفذها ذاتي او بنود ما نفذها مقاول باطن، وهو السيستم لوحده بيقدر يجمعها لي لو جايه من بنود مقاول باطن، وانا عامل له العقد بتاعه وعامل له البلان بتاعته. بس انا بالنسبه لي هنا كراجل بتاع بروجكت مانجمنت بقدر اغير في الارقام، انا بكالكوليت بس زي ما بيقولوا ومن حقك ان انا اعدلها فيها، وممكن افكسها طبعا. ففي الاخر بيقدر يديني التوتال كوانتيتي، وبالتالي يديني الفاليو الايرند فاليو بالنسبه لي قد ايه، وهل في تشينج اوردرز مثلا كان موجود عندي، وتريس على البام كوانتيتي اللي موجوده فيها ولا لا. اللي بعدها فكره التسجيل بتاعت التشينج اوردر والفاريشن والكليمز اللي احنا كنا بنتكلم فيها، وهل هي تاثيرها على الكميه بتاعتها، وايه البنود وايه الانواع اللي فيها، وهل هي فعلا بتفرق معايا في البرايس، وايه السيلز برايس اللي فيها، والديفرنس ده فارق معايا قد ايه، وهل هي على بند معين ولا لا، ده هي مش هتفرق معايا في الوقت ده، هو اكسترا وورك بس انا خدته، فده كله بيفرق معايا، وراح مسمع الناحيه الثانيه على طول في التايم والكوست اللي انا ببتدي اتحرك فيها. لازم اشوف ده هنا مثلا سامبل الكوست كود
اللي احنا كنا بنتكلم فيه، فلازم ابقى شايف في الفارينس اللي حاصل ما بين الاكشوال ما بين البروجرس، وده ده دائما، والبادجتري كوست اللي موجوده فيها او متفق عليها، والفروق اللي ما بينهم على كل بند، مش هقول بقى على كل بند عميل، ده على كل كوست كود من او كمباني كود من الموجودين عندي. فبالتالي قادر اتريس فعلا هو كانت عندي مشكله في اعمال الخرسانه العاديه، اعمال الكهرباء، اعمال الميكانيكال وورك او الام اي بي، واشوف بانهي تفاصيل احنا قادرين نوصل فيها، كلها بتبقى متسجله. فبالتالي بقدر اون ديلي بيز اقدر احدد مشكلتي فين، وابتدي اخد عليها اكشن تاني يوم بفكره اللي احنا كنا بنقول بلان دو تشيك اكت. فبالتالي اقدر على طول اخد منها. ودي الشاشه دي بالذات، انا يعني اكون صريح على المستوى برضو العملي، كانت من ضمن الشاشات اللي كان بتطلع عيني عقبال ما بجيبها، نتيجه ان انا ازاي اقدر اجيب الداتا واشوف الفاريانس اللي حاصل واخد القرار عليها. لان زي ما انا قلت لحضراتكم في السيشنز اللي فاتت كلها، المهم مش في المعلومه، المهم المعلومه انت دي تفرق كتير قوي. في وقت من الاوقات وفي مشروع من المشاريع جات لي معلومه ان المشروع خسران في بند مقاول باطن بعدها بشهرين، خلاص انا اوريدي يعني اتخبطت في الشهرين دول ومش عارف اعملهم، ومدير المشروع خد القرار ومضى معاه عقد طويل المدى، فبالتالي دخلنا في الايشو. انا لو كان جالي كبروجكت دايركتور بشكل او باخر، كان جالي لا احنا عندنا مشكله كذا وعندنا عرض بكذا اون ديلي بيز زي ما احنا بنقول، وشفت المشكله دي، لا كنا خدنا قرار تاني يوم مش بعدها بشهرين. وده خد بقى، ناخد في كيسز بقى كلنا الموضوع. طيب الصوت كده واصل ولا لسه بيقطع ولا ايه؟ عشان في حد تقريبا باشمهندس سيد بيقول الصوت مش واضح قوي. تمام. طيب برضه هحاول اتشيك عليه، احنا خلاص ان شاء الله ان شاء الله. فكرة بقى مرحلة متابعة التنفيذ، وازاي البنود التعاقدية اللي موجودة عندي، وازاي ابقى شايف زي ما بيقولوا كمان الابروفد اكسكيوتد، والاكسكيوتد بالنسبة لها كبنود فيها، وقادر اتريس كل الكميات السبسيدريز بتاعتها، وقادر هايلايت وبيطلع لي احمر على طول لو في كميه المفروض ان انا انفذها في هذا الوقت. ودي فكره بقى ربط البلاننج مع الـ مع البي او كيو ايتم، فاصبح الموضوع مش نسب بلاننج، لا ده بقى بيهايلايت على طول، يقول لي خلي بالك انت المفروض بتاريخ 6/2 كنت اتنفذت من هذا البند اللي هو مثلا زي ما احنا بنتكلم فيه اللي هو سي اي جي 0101، ده انت المفروض كنت تنفذ منه 750 متر كميه تعاقديه، انت المفروض كنت تنفذ منه مثلا اللي هو السب كونتراكتور نفذ لك منه 569، لا انت المفروض كنت تنفذ منه اصلا 700 عشان انت كنت بتقفله خلاص في الشهر ده. فاصبح بالنسبه لي المتابعه والارقام دي كلها بقى هو بيهايلايت عليا ويقول لي لا انت خلي بالك انت كده متاخر، انت كده بدري، انت كده لا انت سابق. بس طبعا ما بتحصلش ان احنا بنبقى سابقين بنسبه كبيره، وان كان بقى في بعض الايتمز طبعا لو احنا كنا عاملين فيها بروجرس عالي قوي في مقابل نيجاتيف او يعني نقدر نسميها ان كومبليت بروجرس احنا عاملينه، فبالتالي الموضوع فعلا في نسب كتير قوي. بيبتدي هو بيساعدني كمان، هو بيهايلايت بيزد على الارقام اللي داخله له من الاكتيفيتي بلان، بيقول لي لا خلي بالك انت المفروض تكون خلصت كذا، طب انت هتاخد بروجرس عليه عامل ازاي. وفكره اللوك هيد اللي احنا كنا بنتكلم فيها، فكره اللوك هيد ان هو يقول لي لا خلي بالك انت الاسبوع اللي فات كنت المفروض تنفذ 100 متر مكعب بس انت نفذت منهم 80، فخلي بالك ال 120 بتوع الاسبوع ده عشان تعوض ال 20 اللي فات. فاصبح الموضوع هو دي كانت الإفادة العظمى صراحة. الهدف الرئيسي كان منها ان هو فكرة ان انا بأبديت اوتوماتيك، قادر اتريس معدلات انتاجي، قادر ريسايكل او الانفورميشن ما بين الناس كلها وبعضها لو في اي بروجرس حصل منهم، فبالتالي بيهايلايت معايا وقادر اتابع الموضوع فعلا اون ديلي بيز. قادر برضو نفس الحكاية اشوف فكرة الكوست سنترز او الكوست كود كومباريزون، سواء الستادي سواء الاكشوال البروجرس البادجيتري، وطبعا الاكيد فيها ان انا ابتدي اقارن بقى اللي هو الكوست فارينس اللي موجود عندي، السي بي ايز الاستيميتد
actual completion at completion، الـ ETC الـ variance at completion والـ cost status، هل هي above budget ولا خلافه، بحيث ان انا ابقى فعلا قادر on daily base، مش عايز اقول كمان on instant base، عند اللحظة اللي بتخش فيها الداتا كلها قادر بتريس الأرقام بالنسبة لي دي كلها وبشوف فين الخطأ. طبعا دي بيانات شجرية كلها، يعني ايه؟ يعني انا اقدر افتح الدايركت كوست، افتح الأعمال المدنية، افتح أعمال الخرسانة، افتح أعمال النجارة جوه أعمال الخرسانة، وابتدي اتابع الموضوع فعلا واحط ايدي على سبب الليكج اللي حاصل عندي في اي واحده فيهم في لحظتها. وهي زي ما قلت لحضراتكم، المشكله مش في المعلومه، هي المشكله معلومه انت. وهنا احنا بنحاول نوفرها باستخدام فكره الكلاود والاي تي دي، ان هي تبقى معلومه لحظيه، اول ما بتخش كان بقدر فعلا تسمع معايا والسيستم يريكالكيوليت البرودكشن ريتس والمتبقي واللي فاضل لي واللوك هيدز بتاعتي والاوبتمايزيشن عامله ازاي، ويسمع النوتيفيكيشن باقي الاطراف اللي موجوده معايا في نفس البروجكت بالكل على حسب يعني صلاحياته زي ما بيقولوا، يقدر يقول لي على طول ايه الدنيا تبقى ماشيه ازاي، وعارف اشوف الارقام بالنسبه لي فعلا اكتيفيتد ازاي. الاكسبكتد ورك، ودي الشاشه اللي احنا زي ما كنا بنتكلم فيها سابقا، هو بيقول لي ايه الاحجام الاعمال المتوقعه، ايه اللي انا نفذته منها، ايه اللي متبقي فيها، عشان برضو زي ما انا قلت بنابديت بقى بيزد على الكونسترين اللي احنا كنا بنتكلم فيه، هل الاكسبكتد ورك ده will be executed over fixed production rate ولا fixed duration. وساعتها كل مديرين المشاريع بتصوت، لكن fixed production rate كل الاونرز هي اللي بتصوت، فواحد فيهم بيصوت صراحة لما بندخل في الشاشة بتاعت الاكسبكتد ورك. بس في الاخر لان هي دي اوتوماتيك بيابديت معايا البلان، اوتوماتيك بيابديت معايا حجم الاعمال المنفذه، بيابديت معايا الايرنت فاليو، بيابديت معايا الاكسكيوشن نفسه ماشي ازاي فيها. في مشاكل كتير قوي تو بي هايلايتد اوتوماتيك اول ما سواء ان هو جالي من الحصر، بس ان جات لي لوحه جديده في المكتب الفني حصر، فدخلت الكميات بدل ما هم كانت موجوده في العقد 1000، لا ان هم بقوا 500، او لا ده كانوا 1000 بقوا 3000. كل ده اوريدي بيروح مسمع اوتوماتيك فيها، وبيبتدي اقدر كل الناس سواء بلاننج السايت التكنيكال اوفيس قدروا يسمعوا البيانات بتاعتهم، ويقدروا يشوفوا البادجتري الناس بتوع البريكيورمنت بدل ما كان هيشتري اكس كميه من السيمنت والانفورسمنت ستيل والكلام ده كله، لا بقى الموضوع بالنسبه له يقدر يكبر الموضوع ويكبر طلبات الشراء، فالنيدز بتاعت بتاعته كلها بتتغير، بس جوست ان بني ادم من له الصلاحيه ومن له الحق دخل على الشاشه دي فقال اه والله البند ده كان المفروض يتنفذ فيه قد كذا، نفذنا منه قد كذا، المفروض فاضل منه قد كذا، المفروض الكميه اللي تتنفذ اصلا في اخر المشروع تبقى كميتها قد كذا. الشاشة بقى اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شوية وسبقناها يعني او حرقناها شوية، فكرة زي ما انا كنت بقول لحضراتكم، فكرة ان اي بي ام واتسون هو اللي بقى بيساعدنا بان احنا بنضرب له كل البرودكشن ريت بتاعة الاكشوال والبلاند اللي جاي من الاكتيفيتيز، مع جايه من الاكشوالز، هيومن ريسورس مع الاكسكيوتد مع الاكسبكتد مع الكلام ده كله. بس احنا دايما بنديها له على ثلاثه فاريشن، شوف لي اخر شهر، شوف لي اخر 3 شهور، شوف لي الافريج اون تايم، عشان هو يبتدي يطلع لي يقول لي اه والله. هم السؤالين اليوتما اللي انا بسالهم له دائما في اي وقت فيهم، وبيزد على كل البيانات اللي زي ما انا قلت لحضراتكم الابديتد بلاند والابديتد اكشوال اللي موجوده عنده، بقول له انا هخلص المشروع ده امتى؟ اون تايم بيزد. طبعا امتى دي مش معناها تاريخ وخلاص، لا ده انا بخليه يريجنريتلي البلان بتاعتي بيزد على ده، وطبعا هو ما بيسيفهاش، هو بس بيجنريتها فبتفرج عليها، اتصدم اروح اقفل الجهاز على طول، او بقول له بقى هات لي زي ما حضراتكم شايفين على مستوى البنود نفسها
هي البنود دي هتخلص بتكلفة كام، بند بند، ريسورس ريسورس فيهم. هل في عندي ممكن، طبيعي جدا على فكرة، انه ممكن يقدر يطلع لي بند معين هو اللي هيأخرني، فبالتالي ابتدي احط فورس عليه، تاسك فورس، لانه خلصه بدري او هيخلص تكلفة اعلى بكتير، فابتدي اشوف له راوند اب زي ما بيقولوا، او ورك اراوند بشكل مختلف عشان اقلل الخسارة فيها. فبالنسبة لي انا الشاشة دي من اهم شاشات الكونستراكشن مانجمنت اللي احنا بنشتغل بيها كفوركاستنج. وزي ما قلت لحضراتكم، دائما 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 السؤال ده لما كنت بتساله بالطريقه المانيوال او بالطريقه العاديه، فعلا كنا بنعمل ايه؟ بروح اجيب حساباتي واجيب معدلات الانتاج بتاعتي واجيب البلان بتاعتي وابتدي ادخلها كلها واشتغلها على الاكسل عشان اقول يا رب بس اعرف اطلع الارقام. اوبا طلع رقم غلط في الموضوع، عيد الحسابات بتاعتك كلها من الاول تاني، وهكذا لغايه ما بوصل بس وانا متوقع، وطبعا لا يمكن اعرف اجيبها بدقه واتسون. ليه؟ لان انت هنا انا ببعت له كل الريسورس اللي موجوده في كل البي او كيو ايتم اللي مربوطه بكل الاكتيفيتيز اللي داخل فيها كل الاكسبكتد، وكل يعني في داتا كتير صراحه بتتبعت له عشان يقدر يطلع الكلام ده كله. بس اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا بنبعتها له انكريبتد، هو مش فاهم ايه الداتا دي، بس احنا بنبقى مدربينه زي ما بيقولوا، ان لما هيجي لك عمود ايه مع عمود بي مع عمود سي، اعمل واحد اتنين تلاتة، ففي الاخر طلع لي عمود اي واف وجي اللي هو ترنه لي بالشكل الفلاني، فنبتدي احنا نسايكله. فبالنسبه لنا شاشه الفوركاستنج دي سواء على الكوست اند تايم وبشكل اخر الكواليتي او السكوب اوف ورك، هل هو زاد او ما زادش وخلافه، قدرت بنسبه 98% زي اخر بروجرس للمشاريع بتاعتنا الحمد لله اللي احنا شغالين بيها كنسب انجاز، قدرت بنسبه 98% ان هي تبلان وتساعدني على المونيتور والكنترول وتديني القرار فعلا في الوقت المناسب عشان اوبتمايز، وكمان ساعدتني في الفوركاست بتاع المشروع نفسه عامل ازاي. بكده اعتقد ده الفوركاست فارينس ريبورت لو انا عايز اطلعها بشكل او باخر. ايه الفرق بقى كمان في الفارينس از كوست اوف تايم والتوتال ريميننج بالنسبه لي وخلافه. بكده اعتقد ان فكره الكونستراكشن مانجمنت عموما بقت واضحه بالنسبه لنا، سواء بال 11 اريا واللي احنا عملنا لهم ريدكشن عشان نبقى عاملين عليهم فوكس للثلاثة أربعة مينلي اريا في الموضوع اللي هو كوست تايم سكوب. شفنا ازاي لازم يبقى عندي 5M 5A، لازم اطبق ال 5A على كل واحدة من الامز دول عشان اقدر فعلا ابقى بروجكت مانجر او كونستراكشن مانجر كويس. شفنا هنا برضو دي زي ما انا قلت لحضراتكم كيس ستادي بالفعل لمشاريع شغالين بيها. او باخر ازاي، بحيث ان زي ما انا قلت لحضراتكم بنحاول نستغل التكنولوجي بشكل او باخر في ان هي تسهل لي وقتي وتخليني انا كمهندس صاحب قرار وليس شغيل زي ما بيقولوا. لا الداتا باظت، لا ده هات لي الحق لي، لا ده دخل الاكسل، لا ده اربط مع كذا، لا 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 خالص. انا اكون صريح، رجعت بقيت مهندس تاني، بفكر، بشوف البيانات، بقارن، ببتدي اطلع ريزلت في الموضوع. ممكن عادي جدا ابتدي اطلع ايشوز سواء لمدير المشروع او الاكسكيوشن، لا انت ما نفذتش ده ليه؟ لا ده بيزد على اللوك هيد، انت المفروض كنت نفذت ده بدل ده. فبالتالي بقدر اساعد نفسي واساعد اللي شغالين معايا في تيم، زي ما قلت لحضراتكم بدايه من الامن اللي موجود في الموقع، نهايه بالسي او بتاع الشركه كلها او الاونر اللي بيتابع معايا، بقينا كلنا شايفين حاجه واحده. وهي دي كانت مشكلتنا اللي دايما كنت بعبر بيها ان مشكله الكونستراكشن في العالم بشكل او باخر، بعيدا عن الكلاود وبعيدا عن البم وبعيدا عن الاي بي دي، احنا كنا عاملين بالظبط زي 5 6 اللي هي القصه المشهوره قوي، اللي هو 5 6
يعني عمي ماسكين فيل، فهم مش شايفينه. في واحد يقول ده ديل، ده عنده ديل، ده عنده زلومه، ده عنده كتف، ده عنده، لكن فين الاسكوب بقى الكبير؟ فين المشروع؟ زي ما فين الفيل اللي احنا ماسكينه نتيجه كبره؟ لا احنا ما كناش شايفينه صراحه، لكن باستخدام افكار زي التكنولوجيز، مش هقول افكار، تكنولوجيز زي البم والكلاود والاي اي، اصبحنا كلنا بلا استثناء زي ما قلت لحضرتك شايفين الفيل على بعضه. اه والله ده الفيل بيهز ديله، ده بيهز زلومته، ده بيهز ودانه، ففي الاخر كلنا بقينا عارفين المشكله كلها بتاعته فين. ارجو ان اكون حاولت اوصل جزء بسيط او افيدكم حضراتكم بجزء بسيط من المعلومات. ان شاء الله السيشن اللي جايه هن اكستند موضوع البم، سوري، موضوع الكونستراكشن مانجمنت، بس التطبيق بقى كمان اللين والسكس سيجما والاوبتمايزيشن اوف بروجكت مانجمنت ازاي نقدر نطبقها اكتر باستخدام الكلاود وخلافه، جاست فور شيرنج الانفورميشن مع الاخوه الاعزاء في بام اريبيا والساده المهندسين طبعا الاعزاء اللي احنا بنحاول نفكر دايما فيها مع صوت عالي مع بعض. فهل هناك تساؤل؟ طيب في سؤال من باشمهندس أيمن، ما مدى فعالية تطبيق نظام البم أو الكلاود وفي دي بي في حالة عقد المشروع، حالة إن التصميم يخضع لتعديلات مع المالك، مع مدى إمكانية تقدير الجريشة؟ أه طبعا زي ما قلت لحضرتك، هو ده اللي حضرتك بتقوله، هو دي طبيعة الحياة اليومية بتاعتنا اللي إحنا بنشوفها. لا ده طبعا ده متطبق وشغال ابليكابل فيها، لان هو بيقدر يساعدني في تقدير الفاريشنز دي كلها وبالتعاقدات بتاعتها بتاثيرها على البلان والتايم والكوست بالنسبه لي فيها. فبالتالي اللي حضرتك بتقوله ده يعني هو صمم زي ما بيقولوا لهذا بشكل او باخر، ان هو يقبل ده، لان هي دي طبيعه حياتنا كلنا في الشرق الاوسط بشكل كبير قوي. تمام. ممكن تنتظر لو في اي اسئله تاني. خلاص يبقى احنا متفقين ان شاء الله السيشن اللي جايه هنبتدي نتكلم اكتر على البروجكت كنترول او الكونستراكشن مانجمنت، بس باستخدام اللين وتطبيقاته وتعريفات ايه فكره اللين، هل هو فعلا بدا يستخدم في المشاريع بتاعتنا كونستراكشن؟ بدأ يستخدم في مشاريع كتير، وبدأت جفرمنت ايجنسي نفسها بتطلبه زي الامارات كده، ما طلبت البام بقت في فعلا يعني هيئات حكوميه تطلب ان لازم المشاريع بتاعتها تبقى باللين فيها. فبالتالي هنتكلم فيها ان شاء الله في السيشن اللي جايه، وعلاقه اللين بالبام بالبروجكت كنترول بالكلاود، يعني هنحاول نكبر الموضوع شويه عشان نعلى السكوب برضو بتاعنا شويه. طيب باشمهندس ايمن بيقول الشق الثاني في تقدير الفاريشن. طيب بص يا باشمهندس ايمن، تقدير الفاريشن لو هو بيزد على تايم او كوست تشينج، اكيد طبعا زي بلدر يقدر يساعد، او الكلاود بلاتفورم بشكل او باخر تقدر تساعد حضرتك فيها. لكن لو بيزد على تشينج اوف ستكس اعرف منين؟ لكن لو تشينج عن طريق اوفرول بم شوب دروينج فاريشن حصلت فبانت في البم، فقدر يحصر الكميات بتاعتها وربطت فعلا الفاريشن اوردر ده مع الكميات اللي موجوده، يقدر يحصرها. لكن كونه ان هو يقدر يساعد عموما في الفاريشن، لا ما اكيد ما فيش حاجه تقدر تعمل كده. لكن في سبيسيفيك كيسز سواء في تشينج اوف تايم، تشينج اوف كوست، تشينج اوف برودكشن ريت، تشينج اوف سبيكس لحاجه انت كنت اوريدي مسعرها، تشينج اوف شوب دروينج سمعت في البيم، يقدر يساعد حضرتك في تقدير الفاريشن ده ويقدر يسبورت فيها. لكن تغيير سعر السولار اللي موجود بالنسبه لي، لا ده حتى برضه يقدر يساعد فيها، لان انا ساعتها لو انا مسعر الدراسه بتاعتي فعلا سايب سعر السولار مثلا او البنزين باكس،
فنتيجة الفاريشن اللي حصلت دي بقت اكس كذا، جاست ان انا دخلت على البرايسنج تمبلت اللي اتكلمنا عليها السيشنز اللي فاتت وراجعناها هنا. فهو الواحد يقدر بالفعل يحسب لي كل التكاليف بيزد على اللي فات وبيزد على اللي جاي، ويقدر يقول لحضرتك استيميتد مقترح في الموضوع الفاريشن فيها ماشي ازاي. ارجو طبعا ان اكون عرفت ارد على سؤال حضرتك يا باشمهندس عيد. هل هناك سؤال اخر؟ طيب شون سايمون، السؤال الأخير بالنسبة له ككاش فلو، تمام، هل في حالة تأخر الكاش فلو وتوقف المقاول كيف يخدم النظام؟ لا ما يعرفش. هكون صريح، هو هيديتكت بس إن المقاول مش شغال عن طريق اللي هو فكرة إن هو ما فيش اكسكيوشن بيبان، فبالتالي البرودكشن هتتعطل. فهو يقدر يساعد بس يقول لك إن بيزد على اخر شهر واخر 3 شهور وبيزد على اللي فات ده كله. انت هتتاخر في تسليمات المشروع بتاعك بالشكل الفلاني. لكن السيستم صراحه مش عارف يدفع للمقاول فلوسه لو هو كان توقف نتيجه الفلوس دي او حاجه زي كده، او نتيجه طبعا ايشوز فورس مجهود زي ما احنا اللي بنتكلم فيها يعني. لكن هو بيقدر يدتكتها، بيقدر يدتكتها فعلا، بيزد على الاكسكيوشن ويقارن بيها ويطلع لحضرتك يقول لك بيزد حتى بعيدا عن الفوركاست. واي واتسون هو بيقدر يحسب لك يقول لك والله يبقى بيزد على هذه التاجرات تاخيرات، تقدر المشروع هيخلص امتى والتكلفه عامله ازاي. ممكن ايضاح اكتر يا باشمهندس وليد؟ باشمهندس وليد كان بيسال بالنسبه للفورمات الخاصه بتسليم الاعمال، هل يمكن يكون اكسل؟ طبعا. بما ان احنا لسه كنا في اول كام سلايد كده بنتكلم على الكومباتيبلتي شويه، طبعا برضو نفس الحكايه، بنطلعها بي دي اف طبعا، اكسل وسي اس في وبي دي اف، ونقدر نطلعها لو هي اكتيفيتي بلان، بنقدر ننتجريت مباشر مع اوراكل برايمافيرا رايح راجع زي ما بيقولوا، بنقدر نانتجريت مع مايكروسوفت بروجكت رايح راجع، وبنقدر نمبورت وانتجريت مع الاكسل رايح راجع برضو، اللي هو بنقدر نكسبوز الداتا بتاعتنا ليه ونقدر نسحب منه الداتا. لان زي ما قلت لك في البدايه يا باشمهندس وليد، كانت احدى مساوئ احنا واجهناها وتعذبنا فيها وكنا بنقعد نعيط جنبها صراحه، اللي هو فكره الكومباتيبلتي والكاستمايزيشن اللي احنا كنا بنتكلم فيها. فلا طبعا بالنسبه للفورمات الخاصه بتسليم اعمال، ردا على سؤال واضح وصريح للبشمهندس وليد، بنقدر نطلعها اكسل، نطلعها سي اس في، نطلعها بي دي اف باللوجو بتاع الشركه بالفورمات اللي حضرتك محتاجه، ما فيش فيها مشكله. طيب السؤال اللي بعده الباشمهندس وليد، الاي اف سي هل الموديل يتحول الى ملف ريفت ولا بيروح اي اف سي؟ صراحة هو لا ده ولا ده، عشان بس اكون صريح معاك. بص، احنا جربنا فترة طويلة جدا موضوع الاي اف سي، ان انا لما بخرجه من الريفت وادخله على زيبلر، بس اكون صريح الاي اف سي فشل. فشل معانا فشل ذريع 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 يعني. مش عشان احنا كان والعياذ بالله عندنا حاجه وحشه في الوقت ده، لكن الاي اف سي نفسه اللي هو الاندستريال فاونديشن كلاسز كفايل فورمات، كان الكلام ده من حوالي 10 سنين تقريبا، فكان لسه فيرجن 0.1 مثلا، فما كانش بيطلع كل الاوبجكتس وما كانش بيطلع كل الريليشنز وما كانش بيطلع ده. لغايه اي اف سي صراحه ما زلنا مركزين على اي اف سي قوي، اللي هو الاي اف سي 3.3 تقريبا اخر حاجه او 2.3 حاجه كده اخر فورمات فيها. مشكلته اللمتس بتاعته كفورماتنج بتحكمني قوي، والمشكله الاكبر ان هو بياخد وقت طويل كفاونديشن انستيتيوت بتاعته عشان يغيروا الفورمات، وبياخد وقت اطول مع اوتوديسك واعوانها. فاحنا ريحنا نفسنا صراحه، احنا ببساطه على كل البرامج المشهوره للرافت، سوري للبيم موديلنج اللي هي رافت بنتلي تكلا، عملنا الاكستنشن بتاعنا الحلو الامور ده، ادون بتنزلها حضرتك عليها، هي بتروح تلم كل البيانات اللي حضرتك بتبقى محتاجها، بتروح عامله لها ميرج في فايل، عامله لها كابستيوليشن على طول، بعتها على السيرفر، لان حضرتك بتبقى جوه الاكستنشن دي او جوه الادون على الابلكيشن دي.
بيروح واخد كل البيانات اللي حضرتك عايزها وهو رافعها على المشروع اللي حضرتك باليوزر نيم والباسورد بتاعتك وحاططه لك ومسلمه فيها. بياخد الشيرد بارامتر معاه، ده برضو ردا على سؤال باشمهندس وليد. فبالتالي احنا صراحة عملنا يونيكنس في الموضوع، بحيث ان انا مش محتاج اكستشينج داتا زي ما بيقولوا، انا كل اللي محتاجه كل المعلومات اللي انا حطيتها في الموديل تيجي لي على الزي بيلدر او الزي بيبر زي ما احنا بنتكلم فيها، بكل البرومبترز بتاعتها، بكل البارامترز، بالكاتيجوريز، بالريليشنز، بالكلام ده كله. فاحنا صراحه يعني، وبالذات ان احنا زي ما قلت لحضرتك، احنا اول نسخه بيم فيور طلعنا عليها وعرضنا عليها اوفر كلاود زي ما بيقولوا كانت 2010. فكان الاي سي لسه ساعتها صراحه بيكح تراب، فاحنا ما انتظرناش. ومع هذا احنا متابعين كويس فعلا تقريبا اون مونثلي بيز ايه الابديتس بتاعت الاي اف سي، ونشوف ايه المشاكل اللي بتواجه الناس الاخرين اللي بيتعاملوا معاه. فما زال طبعا هو بيكفر حاجات كتير قوي، بالذات في الداتا اكستشينج ما بين الداتا وبعضها والتسليمات والكلام ده كله، بس ما زال لسه في مشاكل. مشاكل مش هقول في الاستراكشر قوي، بس مشاكله بتظهر شويه بالنسبه لنا في الارشتكت والام اي بي بشكل واضح صراحه. فبالتالي ما بنبقاش عارفين نعمل فيه ايه، وبالذات انا مطلوب مني حصر، ومطلوب مني 4 دي، ومطلوب مني 5 دي، ومطلوب مني 7 دي. يمكن عملنا اكتر من سيشن هنا مع بيم اريبيا ونقابة المهندسين على فكرة ان انا ازاي اربط البيم مع الاي او تي، مع الفاسيلتي مانجمنت والكلام ده كله. فالليفل اوف داتا اللي انا بقيت محتاجه بقى عالي شويتين، ومازال ما اكون صريح ما بعتمدش عليه. لكن احنا حاليا بنسبورت اقرا اي اف سي ليتست فيرجن. هل باخد منه كل الداتا؟ باخد منه بيانات كتير قوي، لكن انا معتمد على ايه؟ على الادون اللي انا بنزلها على كل البرامج بتاعت البام موديلنج اللي احنا بنشتغل عليها، بتسحب كل البيانات تعملها كومبريسنج ترفعها لي على السيرفر بتاعي، على المشروع بتاعي، على اليوزر نيم والباسورد بتوعي. شكرا على كده، الف شكر، مش عايزين اكتر من كده. اعتقد ان انا كده رديت على باشمهندس وليد في هذا السؤال. تمام، مش وليد، هل هناك سؤال؟ ويدي حضرتك العافية مش وليد. ماشي، باشمهندس روماني بيقول عايزين نشغل البرنامج اونلاين ونتعلم مشروع صغير. شور، كده كده يا باشمهندس روماني، بنعمل سيشنز كتير في الموضوع، وكده كده اليوتيوب شانل فيها تقريبا مثلا حوالي 350 توتوريال فيديوز عليه هو نفسه. لو عايزين فعلا بقى نعمل ستبس دي كلها اونلاين، ممكن فعلا بعد السيشنز بتاعت اللين اللي هي اللي جايه ممكن نعمل زي اونلاين ديمو للموضوع كله، انما الناس كلها شايفين الستبس بتاعتنا بتاعت الادخال والداتا والكلام ده كله، مفيش فيها مشكله يا باشمهندس روماني. طيب، باشمهندس عماد بيقول عدد المحاضرات كم راح تكون؟ هو المفروض اللي فاضل ان شاء الله اللي جاي عندنا تو سيشنز كمان في هذه الجزئيه، اللي هي فكره البروجكت كنترول مع اللين والفاك سيجما، وازاي اقدر اعمل فيها اوبتمايزيشن تبقى في سيشن، ومعاها جزء كمان ابلاينج، هل هو اللين مع الكلاود بشكل او باخر بتفرق معانا في مشروع بجد ولا لا. فنشوف الارقام بتاعت المشاريع والاوبتمايزيشن اللي حصلت فيها، ومشروع انفراستراكشر كبير مش صغير، فعشان نقدر نبروف الكونسبت الدنيا مع بعضينا. تمام، دي ده بالنسبة لباشمهندس إبراهيم. باشمهندس وليد بيسأل هل في ربط مع مايكروسوفت باي عشان التقارير؟ بشكل أو بآخر عملنا فعلا الإتريشن بتاعت مايكروسوفت باي دي من حوالي سنة، وفاليد بالنسبة لنا، مفيش فيها مشكلة، بس ما طلبتش كتير إن الناس تقدر تسبورت فيها، لكن بالنسبة لنا لأ، اتس دن على مستوى الإنتجريشن. تمام كده،
خلاص، أرجو إن أنا ما أكونش طولت عليكم النهاردة، وأرجو برضو إن أنا أكون عرفت أدسكس نتناقش مع بعضنا شوية في أو نشير مع بعضنا بعض المعلومات بشكل أو بآخر، وفي نفس الوقت أرجو إن إحنا نكون أزدنا معرفة بعضنا البعض ولو بقيد أرملة، لعل وعسى ربنا يرحمنا جميعا ويبقى زكاة علم دينا كلنا. بشكر حضراتكم وسعيد طبعا بالتواصل معاكم والأسئلة دي كلها، وسعيد برضو بالتواصل دائما مع ناس اللي محتاجة تتعلم وعايزة تتعلم وعايزة تعرف حاجة جديدة، وده الكونتاكت بتاعتي قدام حضراتكم في أي وقت. أنا سعيد بالتواصل معاكم، وإن شاء الله هبقى متواجد مع حضراتكم 24 ساعة على 7.